يا صباح الخير والامل والتفاؤل على كل مشاهدي اكسترا نيوز في كل مكان، سواء اذا كانوا متواجدين على ارض مصر الطيبه او خارج مصر. اهلا بيكم في حلقه جديده من هذا الصباح. زي ما احنا متعودين هنكون مع بعض على مدار الساعتين اللي جايين، نتكلم في كتير من الاخبار والمتابعات، وهنشوف كل ما يدور حوالينا، وبكل تاكيد ملف الصحة وتداعيات فيروس كورونا المستمرة في مصر. الحمد لله احنا تخطينا مرحلة جيدة جدا، بنشوف قد ايه رغم انه الوقت الصعب، وان احنا كان عندنا معدلات اصابات عالية، وكان عندنا معدلات وفيات ايضا، بنحزن بكل تأكيد حتى على حالة واحدة بس بنفقدها، ربنا طبعا يرحمهم جميعا. لكن النهاردة هنتكلم عن فيروس كورونا بس من شباك الامل المفتوح للمصابين بهذا الفيروس، بعد ما بنشوف معدلات او زيادة في اعداد المتعافين اللي احنا كل يوم عن اليوم اللي قبله بنشوف معدلات بتخرج من مستشفيات العزل، ناس بتتحول النتائج بتاعتها من سلبية من ايجابية عفوا لسلبية. النهاردة كمان هنروح لمنطقة تانية للمجلس القومي للمرأة ومتحدي الاعاقة، وازاي هم بيتعاملوا مع هذا الفيروس طبعا اللعين، خصوصا في الفتره الصعبه دي، وكمان في فتره العزل المنزلي. مش عايزه اقول لحضراتكم اللي جاي في الفقره دي، ولكن تابعوها لان دي هتكون من ضمن فقراتنا الرئيسيه النهارده ان شاء الله. عايزه اقول لكم كمان انه احتفالنا النهارده بالعيد القومي لمحافظه القاهره هيكون احتفال مختلف، لان احنا لما نبص على واحنا بنشوف القاهره العاصمه المدينه الكبيره اللي كل من ياتي من انحاء يعني جميع محافظات جمهوريه مصر العربيه وبيجي القاهره العاصمه المصريه، احتفالنا بيها هيبقى احتفال مختلف. هنشوف ايه اللي حصل في محافظه القاهره، ايه اللي تم، ايه اللي اتغير فيها، ايه المشروعات اللي لسه شغاله، وصلنا لفين فيما يتعلق بازاله العشوائيه اللي اصابت العاصمه. التغيير اللي احنا لو بصينا في كل مكان وفي كل ركن هنلاقينا لامسينه على الارض، ان تعود مره اخرى القاهره عاصمه جمهوريه مصر العربيه الى كامل رونقها وجمالها اللي احنا اعتدنا عليه زمان في الماضي، وانها تستعيد هذه القوه والجمال، لانها طبعا الوجهه اللي بتستقبل كثير جدا من السائحين، او بتستقبل من سواء احنا بنتكلم على ابناء مصر من الداخل او القادمين ليها من الخارج. فالنهارده ان شاء الله باذن الله هيكون لنا احتفاليه خاصه جدا بالعيد الوطني او العيد القومي لمحافظه القاهره، ولكن باسلوبنا او بطريقتنا، لان احنا هنشوف المحافظه بشكل مختلف، وتحديدا هيكون تركيزنا مع المنطقه الشماليه لمحافظه القاهره، وهنشوف ايه اللي تم فيها على وجه التحديد، وايه اللي اتغير، وايه اللي لسه فاضل عشان تعود مره اخرى زي ما قلنا القاهره لنفس الرونق والجمال. هبدا مع حضراتكم زي ما احنا متعودين، بنبدا بجوله اخبارنا، واخبارنا هنبداها من نشاط مؤسسه الرئاسه. الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء اركان حرب طارق الظاهر مدير سلاح الاشاره، واللواء ايضا محمد البشاري رئيس لجنه الاقمار الصناعيه، واللواء عمرو فاروق رئيس لجنة المحمول العسكري، والعميد محمد سعيد مساعد رئيس أركان سلاح الإشارة للمنظومة والشبكات. طبقا لتصريحات السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه الرئيس اطلع خلال هذا الاجتماع على خطط وجهود سلاح الإشارة في القوات المسلحة لتأمين العمق الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا، كمان الاتجاهين الشمالي والشرقي والجنوبي وكل الاتجاهات الاستراتيجية على امتداد الحدود الدولية لمصر. كان بيتابع أيضا الرئيس أحوال المنافذ الحدودية وتأمينها بالكامل، وده اللي بيتم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة باستخدام تكنولوجيا أنظمة الاتصالات الحديثة المحمولة والمرئية والقمر الصناعي المصري صيبة واحد. كمان الرئيس كان بيتابع خلال هذا الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء الشبكة الوطنية الحكومية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة. شبكة دي اللي بتدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كل أنحاء الجمهورية، وده بهدف تسخير أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.
الرئيس أيضا خلال هذا الاجتماع اطلع على مشروع الشبكة الحكومية الموحدة لربط الجهاز الإداري للدولة بالكامل، وده لدعم قدرات تداول البيانات الحكومية بشكل آمن وسريع ومتطور أيضا، وده بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بكل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. كمان كان في اجتماع آخر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي. أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع كان لاستعراض استراتيجية وزارة التعاون الدولي في التعاون مع الشركات ومؤسسة التمويل الدولية المختلفة ومؤسسات التمويل الدولية المختلفة في إطار الجهود الاقتصادية والتنموية للدولة المصرية. توجيهات الرئيس خلال هذا الاجتماع كانت بتعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولية والإقليمية، وده بالتوازي مع الالتزام بضوابط الاقتراض الخارجي وأهمية متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات المستهدفة لتحقيق الاستخدام الأمثل لحزم التمويل، وكمان زيادة الاستفادة منها لصالح التنمية الشاملة في كل القطاعات. عن اجتماع الرئيس أيضا بالأمس تعالوا نشوف هذا التقرير وبعدها نرجع نكمل مع حضراتكم. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض استراتيجية وزارة التعاون الدولي في التعاون مع شركاء ومؤسسات التمويل الدولية المختلفة في إطار الجهود الاقتصادية والتنموية للدولة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولية والإقليمية بالتوازي مع الالتزام بضوابط الاقتراض الخارجي وأهمية متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات المستهدفة على نحو يحقق الاستخدام الأمثل لحزم التمويل ولتعظيم الاستفادة لصالح التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود الوزارة في تعبئة التمويلات اللازمة لتلبية الاحتياجات الطبية المطلوبة للتعامل مع جائحة كورونا وحزم التمويل الجاري التفاوض عليها مع شركاء التنمية. وقامت السيدة وزيرة التعاون الدولي كذلك بعرض أنشطة الوزارة في التنسيق مع الأمم المتحدة ومختلف الجهات الوطنية لتنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين، والذي تتمثل محاوره في التنمية الاقتصادية الشاملة وحزم وبرامج الحماية الاجتماعية ودعم القدرات وتمكين المرأة، وكذلك مشروعات الحفاظ على البيئة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال ورفع جودة الخدمات وتنمية المناطق الأكثر احتياجاً. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ومدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة. وقد اطلع السيد الرئيس على خطط وجهود سلاح الإشارة بالقوات المسلحة لتأمين العمق الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا والاتجاهين الشمالي الشرقي والجنوبي وجميع الاتجاهات الاستراتيجية امتداداً للحدود الدولية لمصر، وكذلك أحوال وأوضاع المنافذ الحدودية وتأمينها بالكامل بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة باستخدام تكنولوجيا أنظمة الاتصالات الحديثة المحمولة والمرئية والقمر الصناعي المصري طيبة واحد. هنرجع لموضوع الكمامة. الكمامة مهمة جدا في حياتنا، مع ان احنا الحمد لله رب العالمين الحياة بتعود في مصر بشكل تدريجي لطبيعتها، لكن الكمامة مهمة جدا 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 في انها تحميك بنسبة كبيرة من لا قدر الله العدوى او الإصابة بفيروس كورونا. كل الدراسات اثبتت مؤخرا انه انتقال الفيروس بيكون اقوى من خلال النفس او العطس او الكحة، وطبعا غيرها مع الاتصال المباشر ومنه ما يكونش فيه تباعد يعني او مسافه بينك وبين الشخص اللي جنبك، وده قالوا انه
يعني أسباب العدوى اللي هو لو شخص عطس أو كح أو عن طريق النفس بتكون أكبر كتير قوي من لو واحد مثلا لمس سطح هو ملوث بهذا الفيروس. وبالتالي لو احنا بنقول ان الإصابة الأكبر ممكن تيجي عن طريق النفس، فأكيد الكمامة هي الوسيلة اللي بتحميك من وصول الفيروس للجهاز التنفسي، وبالتالي إصابتك بكورونا يعني هتكون إن شاء الله أقل، أو يعني الحمد لله ممكن ما تتصابش خالص. في حالات بيكون استخدام الكمامة فيها بقى بالمناسبة، وإحنا بنشدد على كل ده، خطر كبير جدا على الحياة. من الحالات دي والخطأ اللي ناس بتقع فيه هو الأطفال حديثي الولادة الصغيرين. يعني أنا مثلا شفت فعلا من قريب مكان اللي هو بتاع الصحة اللي بيروحوا يودوا فيه الأطفال التطعيمات، وده تلاقي الأم داخلة وهو الطفل لسه صغير جدا فملبسة كمامة عشان خايف عليه من العدوى. بالمناسبة بنقول لحضراتكم أنه مبارح كشفت وزارة الصحة أنه ارتداء الكمامات للحماية من كورونا ممنوع بالنسبة للأطفال الرضع تماماً، وده لأنه المجرى التنفسي للطفل حديث الولادة بيكون أضيق من المجرى التنفسي للشخص الكبير البالغ. وزارة الصحة كمان حذرت أنه ده بيرفع من مخاطر الإصابة بالاختناق لا قدر الله. نشرت الوزارة انفوجراف بيوضح أهمية البعد عن التزاحم، التعقيم زي ما حضراتكم بتتابعوا معانا، وضع طبعا غطى على عربية الطفل. واحنا على فكرة معظم الستات عشان يعني مرهقش حضراتكم بالتفاصيل متعودين على كده، اللي هي باللغة الدارجة أو البلدي أو الطريقة بتاعتنا المصري الحلوة يقولك إنه بنحط بيشة كده على عربية الطفل شوية إنها تحميه بس تديله نفس، مع طبعا نظافة الإيدين وكل ده. على فكرة دي أمور مهمة وبنقول لحضراتكم، لأن بقول لكم شفت المشهد ده في مراكز الصحة، ستات كتير جدا رايحين ياخدوا أطفالهم يطعموا حاطين الكمامة. خلينا ناخد الرأي العلمي والطبي للتوضيح أكتر من الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. أهلا بحضرتك، أهلا بحضرتك معانا. دكتورة، يمكن لأنه ده هذا الفيروس أو فيروس كورونا هو فيروس مستجد، وبالتالي إحنا كل شوية بنكتشف معلومات جديدة عن هذا الفيروس، ومنها ما صدر مؤخرا فيما يتعلق بأنه الأطفال الرضع يعني خطر عليهم يلبسوا الكمامة، الأفضل إن هم يكونوا بدونها أصلا. هو الحقيقة ده حضرتك مش صدر حديثا، هو من الأول المفروض الأطفال الرضع ما يرددوش الكمامة طبعا، لأن ده طفل زي ما حضرتك كده تفضلتي وقلتي مجرى التنفس عنده بيبقى أضيق شوية، لسه في مرحلة التكوين أو حجمه صغير، فأنا مجرد إن أنا أجيب كمامة وأقفل مجرى التنفس طبعا بزود مخاطر إن هو يتعرض للاختناق. أيوة. وده الطفل طبعا اللي هيعرف يقول ان هو مش قادر يتنفس او ان نفسه مكتوم او ان عنده مشكله مش قادر يعبر، فده ممكن فعلا يسبب الاختناق. بس يعني احنا البديل ايه؟ طيب انا هحمي ازاي؟ احنا قلنا ان احنا المهم ارتداء الكمامه والتباعد الاجتماعي. انا ممكن اعمل تباعد اجتماعي، محدش يقرب من الولد او البيبي، محدش يبوسه مثلا، العادات بتاعتنا بقى ان حد يشيله وحد يبوسه الكلام ده كله لا، زي ما حضرتك قلتي ممكن يتحط في العربيه بتاعته، يتحط زي الناموسيه بتاعت زمان دي او حاجه تغطي العربيه من بعيد، وبتبقى عامله مجال للتهويه للعربيه وللطفل. طبعا ان احنا النظافه، غسيل ايدين على طول قبل ما. طب خليني اسال حضرتك يا دكتور، ممكن الامهات تقول لك طب انا دلوقتي نازله هركب مواصلات رايحه مكان غصب عني في زحمه وفي ناس، فانا قلقانه على ابني او بنتي، فاحميه ازاي؟ خلينا نقول ان الافضل ان الطفل ما يتعرضش لاماكن زحمه او رطبه. اضطرينا مثلا. اضطرينا يبقى بقدر الامكان انا هبعده، اقعد مثلا في مكان لوحدي او اقعد في وسيله المواصلات مثلا، اقعد على كرسي، اخلي وش الطفل مثلا موجه ناحيه الشباك بعيد عن اي حد، ما حدش يقرب منه بقدر الامكان. يعني احاول اتصرف في حدود المتاح. لكن ان انا احط له كمامه كده ده نوع من. طب هل ساعات مثلا ممكن بعض الامهات تستخدم مثلا اي شارب او الطرحه بتاعتها تحطه، هل ده يعني ممكن يكون وسيله امان كافيه؟ لا، بس خلينا واضحين ان الشارب مش هيشيل حاجه بالنسبه للفيروس، بس ممكن برضه يسبب شويه اختناق للطفل. فده حضرتك برضه ما بتنصحيش بيه؟ لا طبعا.
طيب احنا شايفين كمان يا دكتور، حضرتك بتتابعي بكل تأكيد الأرقام يوميا، معدلات الإصابة او يعني هذا الحصر اللي يعني بينتهي او بتصدره وزارة الصحة بشكل دوري ويومي عن معدلات الإصابة وايضا معدلات الوفيات. يمكن احنا اليومين اللي فاتوا شفنا انخفاض في هذه المعدلات، البعض قال يبقى اذا احنا كده وصلنا لمرحلة الذروة وبدأ المنحنى أو معدل الإصابات ينزل، هل ده علميا صحيح؟ لو استمر معدل، احنا يعني لسه بنتكلم في يومين ثلاثة المعدلات بتنزل، فلو استمرت المعدلات دي في الاستمرار في النزول وفي الهبوط وما رجعتش ترتفع تاني، يبقى احنا فعلا عدينا مرحلة الذروة والأعداد بتنخفض. طيب احنا منتظرين الايام الجايه هي اللي هتثبت الكلام ده ان شاء الله. طيب عايزين برضو حضرتك تطمني الساده المشاهدين والجميع انه عاملين يقولوا ان الموجه الثالثه من هذا الفيروس قادمه، او النوع الثالث من هذا الفيروس هو القادم بعد كده، هل ده برضو صحيح ولا دي مجرد دراسات يعني لم يثبت صحتها؟ اولا يعني ما فيش حاجه اسمها موجه ثالثه، احنا لسه في الموجه الاولى، يعني خد بالك حضرتك احنا ما خلصناش الموجه الاولى. فاحنا لسه في الموجه الاولى، في بعض الدول ظهر فيها موجه ثانيه، وده وارد انه يحصل مع اي وباء، ويعني عندنا خبرات سابقه في اوبئه قبل كده بالذات في الفيروسات، انه ممكن يحصل يعني موجه ثانيه بعد الانتهاء من الموجه الاولانيه او في اعقابها على طول. ايوه، لكن احنا لسه ما خلصناش الموجه الاولانيه، الامور الى حد ما الدنيا مستقره، حتى الدول اللي ظهر فيها موجه ثانيه ما كانش فيها مشاكل كبيره، والمعدلات ما كانتش يعني بصورة أشد أو أصعب من الموجة الأولانية. فإحنا ربنا بس يكرمنا ونعدي الموجة دي على خير والأمور تبقى كويسة إن شاء الله. طيب سؤال أخير لحضرتك يا دكتور، يقال برضو أو من ضمن ما ينشر إنه معدلات الإصابة حتى لو ارتفعت إنه دلوقتي إن الفيروس بدأ يفقد قوته ممكن يكون بينتشر بشكل أسرع ولكنه أقل خطورة. هو اللي ملاحظ ان فعلا الحالات الشديده قلت شويه في الفتره الاخرانيه، فهل دوت لانخفاض شده الفيروس او الاصابات، او يعني الامور بتتحسن، او في نوع من المناعه تولدت؟ لسه الموضوع ده تحت الدراسه، بس فعلا ملاحظه الشده بتقل. تمام، انا بشكر حضرتك جدا كل الشكر الدكتوره جيهان العسال نائب رئيس اللجنه العلميه لمكافحه فيروس كورونا. ان شاء الله يعني تفائلوا بالخير تجدوه، ان احنا نكون الحمد لله عدينا مرحله الذروه وتستمر معدلات الاصابه في الانخفاض، بس مع التزامنا اللي احنا دايما بناكد عليه مع حضراتكم ان احنا نكون ملتزمين بالاجراءات الوقائيه والتباعد الاجتماعي. طبعا احنا لما كنا بنتكلم مع حضراتكم ودايما بنتكلم عن الجهود اللي بيقوم بيها الأطقم الطبية في مصر في التصدي لفيروس كورونا، ففي كمان دور مهم بالمناسبة بتقوم بيه العقول المصرية في المراكز البحثية. يعني بجد بدون مجاملة، وده شيء يدعو يعني كلنا نبقى فخورين بنفسنا كمواطنين مصريين، أي أدوية أو بروتوكولات علاج أي دولة في العالم اتبعتها مهما كانت غالية أو ما كانتش متوفرة لكنها موجودة وتوفرت في مصر. لما بيحصل أي تغيير دايما طول الوقت في بروتوكولات العلاج، ده كمان بنلاقيه بيحصل في مصر. فإذا مصر في التعامل بشكل علمي وطبي ومدروس مع هذه الأزمة كانت بتواكب دول العالم الكبرى. عايزه اقول لكم كمان انه كان في اهتمام كبير من الدوله المصريه بالجهود، وخصوصا الفريق البحثي في المركز القومي للبحوث، وده اللي اكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالامس خلال اجتماعه مع المجموعه الطبيه لمتابعه جهود فيروس كورونا بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وايضا الدكتوره هاله زايد وزيره الصحه، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، وأيضا كان معهم اللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية. الجميل أنه رئيس الوزراء شدد في هذا الاجتماع على المعنى ده، وهو دعم الدولة المصرية الكامل للجهود المبذولة من الفرق البحثية المختلفة في المركز القومي للبحوث، واللي بتستهدف الوصول للقاح لعلاج فيروس كورونا المستجد.
كان في إشادة أيضا من رئيس مجلس الوزراء بالجهد الدؤوب لفريق العمل في المركز القومي للبحوث، غير كمان أنه أكد استعداده لمقابلة أي فريق عمل في أي وقت عايز يعرف احتياجاته وعايز الدولة تقوم بتوفير إمكانيات معينة ليه، لأنه إمكانيات الدولة المصرية كلها مسخرة لخدمة الجهود البحثية المهمة اللي بتتم سواء في وزارة الصحة أو في مصانع الأدوية المختلفة. الجهود المهمة اللي أعلنت عنها كمان منظمة الصحة العالمية، وهو ده حصل بالمناسبة، يعني الدولة المصرية بتعرض تجربتها زي ما كل الدول بتعرض هذه التجارب وإيه اللي مصر بتوصل له مع هذا الفيروس، وده ضمن محاولات الوصول للقاح، ودي بتعتبر شيء إيجابي ومجهود وطني ندعمه طبعا جميعا ولازم كلنا نكون فخورين بيه. لكن عايزين نقول لكم إن إحنا لسنا في معزل عما يحدث في العالم. كل يوم في أبحاث شغالة، كل يوم في شركات أدوية في مصر بتشتغل على الموضوع ده، كل يوم بنشوف ايه الادويه اللي بيتم تصنيعها، او اللي هي بدل مثلا ما بيكون في اكتر من علاج لفيروس كورونا ان يكون في دواء واحد، والحمد لله واصلين لمراحل جيده جدا. وايضا فيما يتعلق باللقاح ايضا واصلين لمراحل الحمد لله رب العالمين كويسه، وبنشوف كمان رئيس الوزراء بيقول اي مجموعه بحثيه هتشتغل هتلاقي دعم من الدوله المصريه. هستأذن حضراتكم نروح لفاصل وبعدها نرجع نكمل. ونرجع يعني مع حضراتكم نكمل اخبارنا. خليني اقول لكم انه العد التنازلي لتغيير شكل ومضمون خدمه السكه الحديد في مصر، الحقيقه انه بنشوف ده خلاص قربنا الحمد لله نحقق او نوصل للنتيجه المرجوه من هذا المشروع الكبير الطموح اللي بداه الرئيس عبد الفتاح السيسي طول السنين اللي فاتت، وده لانه كتير جدا كان بيتكلم عن مرفق السكه الحديد وعن تطويره، لانه طبعا احنا بنتكلم على مرفق مهم حيوي لمصر وللمصريين. وده بعد ما تابعنا انه الحمد لله وصلت عربيات وجرارات جديده على دفعات طول الفتره اللي فاتت، ودي من الصفقه او التعاقد اللي تم مع الجانب الروسي لصالح هيئه السكك الحديد المصريه. وده طبعا لان احنا عايزين بنتكلم تحديث منظومه السكه الحديد في مصر، انه الركاب لما يركبوا عربات القطار ياخدوا خدمه كويسه، ايه كمان اللي بيحصل في انه تشغيل القطارات نفسها تكون بطريقه حديثه، يستخدموا فيها نظم الكهرباء، يستخدموا نظم الاتصالات، كمان انه يكون في وحده للتحكم المركزي، انه يحصل تجديد للقضبان، انه يحصل تحسين ورفع لكفاءة المحطات في مصر، وتحديث كمان المزلقانات، انها احنا عارفين انه في مصر كان في عدد كبير جدا من المزلقانات، وطبعا معظمها كان بيشتغل بالطريقه اليدويه. لكن كانت من ضمن خطه الرئيس ايضا انه الشغل او المزلقانات دي ما تشتغلش بالشكل اليدوي او ما تعتمدش على العنصر البشري، ولكن تشتغل بطريقه الكترونيه اكتر. احنا معانا على التليفون المهندس اشرف رسلان رئيس هيئه سكك حديد مصر. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم عليك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بيك ومبروك وصول الدفعات الجديده من القطارات، واحنا بنقول انه كده يعني نقدر نقول هل وصلنا للعد التنازلي فعلا للانتهاء من هذا المشروع الكبير المتعلق بمرفق السكه الحديد ولا لسه قدامنا شويه؟ والله الحمد لله رب العالمين، احنا يعني زي ما سيادتك قلت ان اتولى السيد الرئيس مقاليد الحكم، وهو طبعا بيولي وزاره النقل ومرفق السكه الحديد اهميه خاصه بالنسبه لعمليه تطوير كافه قطاعات هيئه السكه الحديد، من طبعا الوحدات المتحركه الجرارات والعربيات او البنيه الاساسيه اللي زي ما سيادتك قلتي تجديد السكك وتطوير الاشارات وتطوير منظومه المزدوقانات وتطوير المحطات وتطوير كمان العنصر البشري. الحمد لله احنا طبعا في صفقات كثيره جدا تم تعاقدها في هذا الاطار، سواء طبعا بالنسبه للوحدات المتحركه اللي هي الجرارات والعربيات، يعني في تعاقد تم بخصوص اللي هو توريد 110 جرار من شركه جنرال الكتريك الامريكيه، واعاده تاهيل 81 جرار، وعقد توريد قطع غيار وصيانه ودعم فني لمده 15 سنه،
اللي 181 قرار باجمالي طبعا 602 مليون دولار. وصلنا بالفعل ل 70. احنا بنتكلم على تكلفه عاليه جدا باشمهندس اشرف. ده جزء يا فندم من ده جزء بسيط من اجمالي التكلفه يعني. ايوه طبعا. ما حضرتك بتتكلم على تعاقد واحد 86 مليار جنيه تم طبعا شغالين فيهم دلوقتي. 46 تم نهوهم وفيها 40 مليار شغالين فيهم و54 مليار ان شاء الله ده في سنتين القادمتين ان شاء الله لاستكمال خطه التطوير. فحضرتك احنا جالنا 70 قرار لحد الان من شركه جنرال الكتريك الامريكيه، وبرده خلال الاسبوع الماضي كان فيه استقبال 22 عربة ركاب درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية من شركة ترانسماش الروسية المجرية، اللي طبعا من عقد اللي هو 1300 عربية اللي كان يعتبر أكبر عقد توريد عربيات ركاب حصل في تاريخ السكة الحديد بإجمالي 1.16 مليار يورو. وطبعا خلال الأيام القادمة فيه 10 عربيات كمان بين، ثم تتوالى الدفعات شهريا بعد كده ان شاء الله رب العالمين لتطوير اسطور ركاب قطارات السكه الحديد. طيب. سواء طبعا من الجراحة. خليني اتوقف كمان مع حضرتك، معلش انا يعني بعتذر لك لمقاطعتك، ولكن انا عايزه اتوقف على فكره تطوير الدرجه الثالثه، لانه يعني دايما يا باشمهندس كان المعتاد انه الدرجه الثالثه هي الاقل في القطارات، انه يعني كان المشهد بيكون غير جيد فيها، لحد ما بنشوف انه في اهتمام وتركيز كبير جدا على الدرجة الثالثة أو على ركاب الدرجة الثالثة في القطار على وجه التحديد. والله يا فندم ده حضرتك أنت يعني جبت أصبت في الهدف، لأنه طبعا إحنا عندنا معظم الركاب بيبقى أغلبيتهم من ركاب الخطوط الفرعية أو ركاب الدرجة الثالثة اللي هم السواد الأعظم من ركاب قطارات ركاب القطارات عندنا في السكة الحديد. سيادة الرئيس كان يعني في سنة 2018 كان في اجتماع مع رئيس شركة ترانسماش الروسية المجرية، وكان طبعا أوجه سيادته بالتأكيد على الشركة أن يكون في عربيات درجة ثالثة، يعني الجزء الأكبر من 1300 عربية، سواء درجة اللي هي ذات التهوية الديناميكية 500 عربية أو درجة ثالثة مكيفة. دي اول مره من العربيات، يعني احنا عندنا اللي هي التهويه الديناميكيه وعربيات مكيفه ايضا في الدرجه الثالثه. درجه ثالثه كمان يعني، و300 عربيه من اللي هم الدرجه الاولى والثانيه الثالثه. فحضرتك عندنا 1000 عربيه كده هيستخدمهم في يعني القطارات اللي هي الركاب اللي هي تعتبر صلب لتشغيل ركاب السكه الحديد. تمام. هسأل حضرتك تاني، واحنا يعني خلاص برضو يعني قربنا الاقتراب من عيد الأضحى المبارك، واحنا عارفين قد ايه في الأعياد والمناسبات بيكون هيئة السكة الحديد بصراحة عليها ضغط كبير جدا، والناس بتبتدي بقى تستعد لحجز التذاكر، سواء اذا كانوا يعني جايين من محافظات الصعيد او الوجه البحري او راجعين من القاهره، يعني الاستعدادات بقى هيئه السكه الحديد او خطه العمل خلال الايام القادمه اللي تتعلق بقى ما قبل عيد الاضحى واثناء فتره العيد. زي ما انت قلت حضرتك ان احنا بيبقى علينا ضغط كبير جدا بالنسبه للفترات اللي هي الاعياد أو الأجازات اللي هي أو المناسبات اللي هي الدينية أو الوطنية، فإحنا من خلال طبعًا خطة التشغيل بيكون في مواجهة يعني استعداد كامل بالنسبة لتشغيل قطارات إضافية وعربات إضافية وتشغيل طبعًا الأسطول بكامل طاقته. وطبعًا حضرتك أنت عارفة خلال المرحلة الحالية طبعًا ربنا يحمي المصريين جميعًا من وباء كورونا، فإحنا في كمان خطة اللي هو يعني عدم ازدحام القطارات على اساس طبعا ما يبقاش يعني انت عارفه موضوع العدوى وكده، فاحنا في اجراءات احترازيه اصلا شغالين فيها حاليا سواء من ناحيه التعقيم او التطهير او زياده عدد العربات او القطارات تتواكب طبعا مع عدم وجود ازدحام في القطارات. طب امتى هيتم الحجز المسبق يا فندم؟ هو ده يمكن الناس بتقول لك انا اقدر من امتى ابتدي احجز التذكره بتاعتي خلال ايام العيد او قبل او الاسبوع اللي قبل العيد. هو حضرتك احنا عندنا فيه شقين، الشق الاول اللي هي القطارات المجدوله العاديه اللي هي بتشتغل يوميا دي بيتم الحجز عليها قبلها ب 15 يوم. القطارات اللي هي الاضافيه او القطارات اللي هي بتشتغل في خلال عطله العيد او ما قبل العيد بيبقى الحجز عليها قبلها بيومين او 24 ساعه على حسب طبعا ايه ازدحام الركاب، لان عايزين طبعا بنمضي يعني نقضي على السوق السوداء او
زحام الركاب على شبابيك التذاكر، وده الشغل الشاغل. يعني العاديه هتبدا من الاسبوع القادم كده زي ما حضرتك بتقول، زي ما قلت لحضرتك القطارات قبلها ب 15 يوم شغاله يوميا، قبلها ب 15 يوم، يعني يوم 15/7 نقدر نقول ان شاء الله. يعني قبل الفتره بتاع جت العيد قبلها ب 15. تمام، طبقا بقى للمواعيد العيد ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا، كل الشكر للمهندس اشرف رسلان رئيس هيئه سكك حديد مصر. الحقيقه بنشوف زي ما بقول لكم صورة بتتكلم، اللي بيروح بيشوف منظومة السكة الحديد، احنا زي ما كنا بنكلمكم بطريقتنا كنا فين وبقينا فين، هيلاحظ ده في تغيير. وكمان انه بيحصل اهتمام كمان بجميع فئات الركاب في مصر، مش بس اهتمام بالدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو المكيفة، ولكن كمان الدرجة الثالثة هيتغير شكل يعني هننسى الصورة اللي احنا كنا بنشوفها في السابق. هنروح بقى من السكك الحديد نروح للسياحة والآثار. السياحة والآثار احنا برضو بنشوف تقدم كبير جدا وإنجاز كبير جدا على كل المستويات حتى مع أزمة كورونا. واللي احنا بنشوفه انه شفنا كانت السياحة الافتراضية، الجولات اللي كانت بتقوم بيها او بتنظمها دايما وزارة السياحة والآثار عشان ما تحرمش السائح، سواء احنا بنتكلم داخل مصر او بره مصر، ان هو يشوف أثرنا الحلوة الجميلة عشان لما ترجع السياحة يقدر ينورنا ويجي مصر. مع عودة بقى السياحة الحمد لله رب العالمين مرة تانية للمزارات المصرية الجميلة المختلفة عشان يبتدوا يتمتعوا بالحضارة والتاريخ اللي احنا طبعا كلنا لما بنتكلم عنه فخورين بنفسنا كمصريين أصحاب هذه الحضارة العريقة. والبلد يعني سبحان الله مصر فيها في كل محافظة وفي كل مكان وفي كل شبر على أرضها تقدر تتمتع بيها طول الوقت وطول السنة، سواء احنا بنتكلم على سياحة الآثار أو السياحة الشاطئية أو كل ده. عايزة أقول لكم أنه اللي وصلوا من السياحة بدأت تقريبا توصل رحلاتها لثلاث محافظات في مصر، وطبعا في ناس من ابناء الشعب المصري منتظرين انه المزارات تفتح، يعني كلنا وحشنا جدا انه المزارات السياحيه تبتدي تفتح تاني ونروح ونزور ونشوف اكتر. وشفنا قد ايه كان في اقبال على فكره، يعني من اول ما الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح الاسبوع الماضي قصر البارون شفنا قد ايه الناس اللي كل يوم عماله تروح عايزه تشوف الجمال بتاع التحفه المعماريه اللي تمت. عشان كده احنا منتظرين ده. دكتور مصطفى وزير الامين العام للمجلس الاعلى للاثار اعلن ان المتاحف والمواقع الاثريه في محافظات الصعيد واللي تم فتحها للجمهور كمرحله اولى هتستقبل الزوار يوميا من الساعه 9 صباحا لحد الساعه 1 الظهر، وده ضمن خطه وزاره السياحه والاثار للفتح التدريجي للمواقع والمتاحف الاثريه. والاماكن اللي كان بيتكلم عنها الدكتور مصطفى وزيري هي متحف النوبه، متحف الأقصر، معابد أبو سمبل وفيلة في أسوان، ومعابد الكرنك والأقصر والدير البحري ومقابر وادي الملوك في الأقصر. هي دي الأماكن الأثرية اللي تم فتحها. إحنا معنا على التليفون الأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والأثار. صباح الخير أستاذ مؤمن. صباح الخير. صباح النور على حضرتك. احنا بنتابع اهو الفتح التدريجي للمتاحف، وخلينا اسال حضرتك ليه بداتوا بهذه المناطق على وجه التحديد، سواء اذا كانت في الاقصر او في اسوان، يعني المنطقه دي ليه بدانا بيها الاول؟ هم الاثنين دول هم المقصد السياحي اللي موجود. احنا كنا عاملين اعتبارات ان احنا الفتح التدريجي دوت يكون برضو بيركز على المقاصد السياحيه، تمينا مثلا بالجزء بتاع الساحل الشمالي والمدن الساحليه في الشمال والقاهره طبعا اللي هي المتاحف الكبرى، ثم في الصعيد اردنا ان يكون المقاصد السياحيه برضو ليها شان، في عمليه الفتح التدريجي، فاخترنا متحف الاقصر طبعا انه بيمثل مدينه عريقه جدا ومقصد سياحي هام، وايضا متحف النوبه في اقليم اسوان. يعني دول هنعتبرهم البدايه لحد ما يمتد ده لباقي المحافظات. باذن الله. طيب شغالين على باقي المحافظات برضه، مع برضه زياده الزيارات اللي هتكون موجوده. احنا متوقعين في البدايه الزيارات ما تكونش زي الاول يعني مره واحده، فاحنا تدريجيا ان شاء الله هنبدا نفتح باقي المحافظات. ما هو ده كان يخليني اسال حضرتك على مساله التوقيت او انه يكون من 9 لواحدة فقط، لان برضه من الناحيه الاقتصاديه احنا بنحسبها ان عدد الزوار في المرحله الاولى هتبقى قليل جدا. كويس، فاحنا برضو عمليه استهلاك الكهرباء، استهلاك المتحف ككل
ان انا ارجعه مثلا متحف النوبه ده كان بيبقى لغايه الساعه 9 مساء. ايوه. فمش من المنطقي ان انا اعمل اعاده الفتح فتح تدريجي يعني، بس مش فقط فتح لبعض المتاحف، فتح تدريجي ايضا لمتعلق برضو بعد ساعات العمل. عشان برضو اكون في حاله امنه من طبقا للاجراءات الاحترازيه اللي احنا اخذناها، وعشان كده ما فتحناش بشكل كامل ساعات العمل الكامله اللي احنا كنا شغالين عليها. طب استاذ مؤمن، هل في مثلا للمتاحف مثلا تحديد عدد معين للزائرين، في عدد تذاكر بيتم طرحه مثلا لو نفذ خلاص بنكتفي بهذا العدد يوميا، يعني بالفرض انه حصل اقبال، يعني هذه المساله حطيتوا لها ضابط ازاي يعني؟ لا لا، كل في ارشادات عامه نزلتها الوزاره طبعا، من ضمنها الضوابط اللي موجوده دي وعدد الزائرين. عدد الزائرين مثلا في المتاحف، المتحف المصري ان هو اكبر المتاحف اللي موجوده في الوقت الحالي، فاحنا خليناه للساعه لا يتحمل اكثر من 200 فرد في الساعه. في الساعه، علشان تاخد الاجراءات الاحترازيه من تعقيم الافراد، تعقيم. طب عفوا استاذ مؤمن، هو كان بيستقبل قد ايه في الساعه لما كان في عندنا يعني المصري، او في الامور الطبيعيه؟ المتحف المصري كان ساعات بيتجاوز ال 1000 شخص. ال 1000 شخص، فمن 1000 نزل العدد ل 200 في الساعه. احيانا كان بيتجاوز ال 1000 شخص كمان. بيتجاوز. طب بالنسبه للمتاحف الاخرى، هل برضه هتكون المتاحف الاخرى، المتاحف الاخرى الماكسيمم بالنسبه للنوبه والاقصر 100 فرد في الساعه. 100 فرد في الساعه. حد الاقصى. رغم انه يعني معبد فيله او دي في اماكن كلها مفتوحه. لا، الاماكن المفتوحه امر اخر، انا بتكلم على الاماكن المغلقه، الاماكن المغلقه هي الاكثر، لازم نكون اكثر حذرا يعني تجاهها، انما الاماكن المفتوحه الاعداد مفيش مشكله. مفيش مشكله في الاعداد. انما بالنسبه لنا احنا كمتاحف، الاماكن المغلقه لازم نكون اكثر حذرا. تمام، انا بشكر حضرتك جدا، شكرا للاستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزاره السياحه والاثار. امر جيد انه نرجع مرة تانية نستمتع بأثرنا، وأيضا كمان بما أنه بدأ بحركة السياحة واستقبال الرحلات الوافدة من الخارج، إن شاء الله بإذن الله تعود الأمور مرة تانية مع هذا الالتزام والضابط الموضوع. تعالوا نرجع نبص على ظواهر غريبة شوية ساعات بنشوفها في مجتمعنا، والحقيقة خلينا أقول أنه مع ظواهر الغريبة دي بقى في حضور قوي للمؤسسات الدينية في مصر، وإحنا لو تابعنا الحاجات اللي إحنا ساعات بنشوفها أو بنستأمنها أو الأمور الغريبة واللي بتحتاج إن المؤسسات الدينية تتصدى لها بقوة. هتابع على سبيل المثال وليس الحصر الدور اللي بتقوم به دار الإفتاء المصرية. دار الإفتاء المصرية الحقيقة ليها مواقف واضحة جدا ومحددة وصارمة أيضا في الرد على كتير من التجاوزات اللي بتعتبر غريبة علينا كلنا كمصريين. وكمان بالمناسبة هذه التجاوزات اللي بتحصل أو التصرفات الغريبة أو الظواهر اللي ممكن نشمئز منها، تقريبا كلها بتخالف تعاليم الدين، ويمكن ده اللي دفع دار الإفتاء المصرية إنها ترد على حالات الشماتة في الموت، وده اللي تم رصده. قالت دار الإفتاء في بيان ليها إن الشماتة في الموت مش من الأخلاقيات الإنسانية ولا الدينية، لأنه شخص أنت بتشمت في موت حد، ما أنت هتموت زي ما هو مات. البيان كمان أو ما ذكره بيان دار الإفتاء المصرية على صفحتها على الفيسبوك كان بيتحدث على الحديث الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. صدق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وده رد بسيط على اللي بينسوا أخلاقياتنا كمصريين، زي ما بقول كل الظواهر الغريبة اللي احنا عمالين نشوفها أو نتابعها الفترة اللي فاتت دي لا ليها دعوة بأخلاقياتنا كمصريين، سواء إذا كنت مواطن مصري مسلم أو مسيحي، لأن احنا شعب ليه طبيعة وجدعنة خاصة وولاد بلد كده ولينا في الأصول، ولا يمت للدين بصلة. احنا معانا على التليفون الدكتور خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، وصباح الخير على مشاهدينا الكرام جميعا. اهلا بحضرتك. يمكن يا دكتور احنا زي ما كنت بقول انه دار الافتاء المصرية على مدار الفترة اللي فاتت هي بتتصدى بكل قوة وحزم لظواهر الغريبة او الامور المستجدة على مجتمعنا او بعض من يعني
خلينا نقول اللي هو مدعي التدين ولاقيه بيقول امور ملهاش اي علاقه لا بالاخلاقيات ولا بالانسانيه ولا بالدين ايضا. انا الحقيقه شايفه انه ده امر جيد جدا من تصدي مؤسسه كبيره كدار الافتاء المصريه لمثل هذه الدوائر الغريبه اللي بتطرق على مجتمعنا، ومنها مثلا البيان الصادر فيما يتعلق بشماته بالموت او ان الانسان يشمت في حد لما يموت يعني. ايوه طبعا، يعني اسمحي لي اني دي فرصه نحيي اخلاقنا كمصريين، وهالاخلاق المصريه الاصيله علمتنا اشياء الحقيقه هي ماخوذه من السنه النبويه ومن الفعل المتدينين الذين يرتبطون بالاله الرحيم سبحانه وتعالى. نعم. الأخلاق المصرية الأصيلة علمتنا دايماً إن لما الواحد يموت نقول انتقل إلى رحمة الله. علمتنا الأخلاق المصرية إن خلاص يا ابني ده مات، أو فلان أو فلانة انتقلت إلى خلاص لا يجوز إلا الرحمة، حتى دي كلمة سائرة على ألسنتنا. فالموت يقطع كل خصومة، والموت هو انتقال الى رحمه الله سبحانه وتعالى. وحد ده تعلمناه من السنه النبويه، ان احنا واحنا بندعي الميت نقول اللهم وقد نزل بك وانت خير من ينزل به، وقد ورد عليك وخير خير من يرد عليك. فلما الانسان ينتقل هو انتقل الى رحمه الله سبحانه وتعالى. لما يتحول الانسان اي انسان الى ان ينتقص من قدره او يظهر شيئا لشيء في صدره اللي هي الشماته يعني، فده الحقيقه امتداد لاخلاق ابليس والعياذ بالله، اللي هي دي ما اتعلمناهوش لا من دين ولا من الاخلاق ولا من ولذلك الحديث اللي احنا قرناه كده بيقول لا تظهر الشماته باخيك، وهذه عاده الله سبحانه وتعالى الذين يشمتون ويشبعون. والرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال فيعافيه الله ويبتليك. فيعافيه الله ويبتليك. الحقيقه ان اللي بيبتلى بمرض او ينتقل الى رحمه الله سبحانه وتعالى هذا محل عفو الله سبحانه وتعالى. طب احنا ده هياخدني لجزئيه ثانيه يا دكتور خالد، معلش استاذنك ان انا يعني وقتك يسمح نتكلم فيها. ده يعني هذا الحديث الشريف برضو ايضا احنا بنشوفه، يعني فكره انك تتنمر على حد او انك تشوف شخص مبتلى ربما بعيب معين، بلا قدر الله بتشويه معين، بمرض معين، بشكل ممكن ما يعجبكش، او يعني اي مكان. الجزئيه دي وانت عارف حضرتك انها اشكاليه كبيره موجوده في المجتمع على مستوى الكبار والصغيرين ايضا، واحنا بنشوف انه الدين الاسلامي مش كده، حسنا على التسامح، على ان احنا نتقبل الاخر، على انه كلنا خلقه ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي مش من حق فينا حد انه يعترض على حد. وده صحيح، ده بالعكس، ان الانسان لما يرى من ابتلاه الله سبحانه وتعالى او من جعله الحقيقه، احنا هذا اختبار جعله الله سبحانه وتعالى اولا لان هؤلاء محل لرحمه الله سبحانه وتعالى، اصحاب الابتلاءات واصحاب القدرات وكذا محل رحمه الله سبحانه وتعالى، ومظهر ان الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يحول من إنسان به شيء خاص إلى قدرة خاصة أيضا. وقد رأينا أن أصحاب الابتلاءات يتجاوزون الابتلاءات بل يصبحون أصحاب قدرة خاصة. أما أن يتحول الإنسان إلى التنمر أو السخرية، فقد قال الله سبحانه وتعالى بالصريح يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. أنت يعني إحنا تعلمنا برضه في الأدبيات المصرية أن ربك رب قلوب، يعني لما تجد إنسان فأوعى أي حد يحتقر أي حد مهما كان، حتى ولو كان لأن ربنا سبحانه وتعالى هو صاحب الخواتيم وهو صاحب
المآلات سبحانه وتعالى. قضية الحكم على الإنسان والتصنيف والتنمر والشماتة بتنم في النهاية عن قصور في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. حقيقة إن الإنسان لما يعمل كده ويقع في قلبه احتقار لحد، أو يقع في قلبه إنني أحسن من حد، اللي قال إن أنا أحسن ده هو إبليس الحقيقة. لما قال أنا خير منه، ده أخلاق إبليسية. فطبعا السخرية، التنمر، الشماتة، هذا امتداد لأخلاق إبليس. ولا وأنصح المشاهد وأنصح كل أحد إنه ما يبررش ولا يستمع إلى أي تبرير من أحد، لأن ده أيضا من مداخل الشيطان. طيب اخيرا برضو فضلتك، انه دار الافتاء المصريه الحقيقه احنا يمكن لاحظنا انه على مدار الاسبوع الماضي هو لا تحدث اي ظاهره والا بنشوف دار الافتاء المصريه على طول بتصدر بيانات، بتصدر فتاوى تتعلق بكل الظواهر الغريبه اللي احنا بنشوفها، ومنها كان البيان الصادر مؤخرا بخصوص فيما يتعلق بمساله التحرش. نعم، احنا دار الافتاء المصريه واجبها البيان، خصوصا لما يتعلق بالفتوى وما يتعلق بالامور المتعلقه بالشريعه. وطبعا احنا الملء يعني او وجود هذا الفراغ بيحاول المتطرفين وخصوصا من الجماعات المشبوهة اللي احنا، لان هم يتدخلوا الى عقول الناس وعبر السوشيال ميديا وعبر وسائلهم المشبوهة وهذه عقول الناس. ولذلك هذا ملء للقيام بالواجب وملء لهذا الفراغ ورد على ما يكون في أذهان. طب دكتور خالد، خليني أكون صريحة مع حضرتك أكتر، إنه البعض يبرر التحرش بإنه مظهر الفتاة أو مظهر السيدة هو السبب، أو إنه ده مبرر إنه يتم التحرش بها، سواء إذا كان يعني بشكل علني في الشارع أو في أي مكان. هو ده شكل من أشكال الخرافة، وشكل من أشكال إن هو يختزل هذا الفعل الدنيء الكبيرة من الكبائر، يختزل سببه في هذا الأمر، ونوع أيضا من للأسف من الافتراء على الأحكام على الناس بما لا يكن مدروسا ولا معروفا عواقبه. التحرش كبيرة، الإنسان يعني اللي بيقول كده بينقل المسؤولية أو بيحاول بطريقة أو بأخرى ينقل مسؤولية المتحرش الذي اقترف جرما كبيرا، ينقل مسؤوليته إلى شيء آخر. لا، اللي يعمل كده هو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. الخطاب بغض البصر والخطاب بالعفة، لابد أن الإنسان يستحضر أنه خطاب لي أنا، وبصرف النظر والمجتمعات فيها طول عمرها، المجتمعات فيها ألوان من الناس وألوان من الأزياء وألوان، لكن الإنسان يبقى رقيب على نفسه ومسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. لما تبقى يعمل كده يبقى هو مسؤول أخلاقيا وقانونيا واجتماعيا. أنا بشكر حضرتك جدا، بشكر فضيلتك، كل الشكر ليا دكتور خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية. للحقيقة أنه دار الإفتاء المصرية زي ما قلنا بتتصدى بقوة لكل الظواهر الغريبة. تعالوا بقى أرجع لكم، إحنا كل يوم بنبص على العالم بره كده، تعالوا أقول لكم آخر تقليعة وآخر يعني الحقيقة مش عارفة إيه اللي بيحصل في تركيا اليومين دول على وجه التحديد. تركيا ونظام أردوغان بيدوروا وشهم عن معاناة الشعب التركي طول الوقت. يعني احنا لما بنبص الاقتصاد صندوق النقد الدولي، انا بكلمكم بقى ايه مش كلامي، يصدر تقارير انه دي اقتصاديا بلد ضايع. تيجي المنظمات الدولية تتكلم على الانتهاكات وما يحدث في تركيا. المشكلة انه كمان اللي بيحصل ان هم بيحاولوا يشغلوا الشباب بالمغامرات بتاعت أردوغان، أطماعه الاستعمارية، وده واضح وجلي على مرأة ومسمع برضو من العالم. يعني اللي بيدور فيها ازاي على اي طريقة
يبتز بيها الدول ويسرق ثروات الشعوب. واظن اللي حصل في سوريا اهو شفناه ورصدناه كلنا، وما يحدث ايضا في من محاولات التدخل في ليبيا، وما يحدث من ابتزاز للمجتمع الاوروبي. يعني الراجل بيحاول يسرق الدول اللي حواليه عشان يعوض الفساد بتاع النظام الداخلي بتاعه اللي خلى الاقتصاد التركي في الحضيض. وده زي ما بقول لكم مش كلامي، ده كلام ناس اقتصاديين وكلام صندوق النقد الدولي والتقارير الصادره مؤخرا اللي كمان بتتحدث عن الدول اللي تعرضت لانهيار اقتصادي بسبب تداعيات فيروس كورونا، ومنها او على مقدمتها تركيا. الشباب التركي ما بقاش بيصدق اكاذيب ولا مغامرات اردوغان، حتى يوم ما حاول يعمل تمثيليه اللي جبناها لكم كده من مده، قال لك ايه انا هعمل مناقشه مع الشباب كده على اليوتيوب. يعني قال يعني الراجل ديمقراطي قوي بيقبل الراي الاخر. اول ما لقوا تعليقات سلبيه راحوا قافلين على طول التعليقات ومسحوها وما بقاش حد ايه عارف يدخل. طبعا اللي حصل انه في ارتفاع في نسبه البطاله في تركيا ما بين الشباب، والمفروض ان هم الطاقه المحركه لاي دوله، وده اللي خلاهم يطالبوا انه يحصل برنامج لتطوير اولويات التوظيف بشرط انه يراعي توفير احتياجات الشباب. بعد طبعا ما منصه الشباب العاطلين عن العمل اكدت انه ازمه البطاله ابتدت تزيد في المجتمع التركي، وده بالمناسبه ما حصلش من 2000 يعني من 2020 عشان نقول انه كورونا هي السبب بس، لا، الحقيقه انه الوضع ده بدا من 2010، لكن الذروه طبعا وصلت ل 2020 عشان فيروس كورونا. وده بالمناسبه بيجي بعد ما نشرت جريده جمهور بيت ان منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه اكدت في دراسه للدكتور مراد قبلاي انه تركيا بتحتل، او قبلاي دكتور مراد قبلاي، ان تركيا بتحتل المرتبه الرابعه عالميا في بطاله الشباب. طبعا احنا عارفين ده رقم، لما نيجي نبص لمعدلات البطاله فبنبص على ارقام، وانا مش بقول لكم بقى على مستوى دول اوروبا يعني باعتبارها من قاره اوروبا، لكن الرابعه على مستوى العالم. الحقيقه يعني مبروك عليهم الدرجه. غير كمان ان الدراسه دي بالمناسبه الدراسه دي لما حطيتها في المرتبه الرابعه ما ضمتش ربات البيوت والفتيات اللي هم في حد بيعولهم، وده معناه ان احنا بنتكلم على شريحه الشباب بس في نظام اردوغان اللي فرض عليهم البطاله بالاجبار. الدراسة كمان كانت بترد على اتهام فيروس كورونا بان هو السبب في انه البطالة في تركيا عليت، زي ما بقول لكم يعني انه قال لك لا 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 دي تداعيات فيروس كورونا وكل الدول مرت بالازمة دي. الدراسة قالت لا ده مش حقيقي، وقالوا ان الازمة اللي بدأت في 2018 بسبب الخسائر الاقتصادية اللي حصلت طبعا دي كملت لحد ما جه فيروس كورونا، ودي كانت الضربة القاضية. وبعدين الدعم المستمر للإرهاب، دي بلد مش فاضية يعني عندها رئيس دولة عمال يدعم المنظمات الإرهابية والمرتزقة ويدعم الميليشيات ويروح عايز يغزو دول ويحتلها ويسرق ثرواتها وينهبها، فوضع طبيعي جدا إن هو مش فاضي للأحوال الاقتصادية أو إنه ينمي بلده اقتصاديا، لأنه مسؤول عن حزمة من الإرهابيين الراجل برضو مضطر يصرف عليهم يعني. فاحنا معانا على التليفون الدكتور احمد سمير زكريا الخبير الاقتصادي للتعقيب. دكتور احمد صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك وعلى كل المشاهدين. اهلا بيك. يمكن احنا كنا يعني اكيد حضرتك بتتابع جيدا التقارير الاقتصاديه اللي بتتعلق بكل الدول، ومنها الصادر مؤخرا اللي كان بيتحدث على انه تركيا احتلت المركز يعني المركز الرابع على مستوى العالم في معدلات البطاله. يعني ودي طبقا لتصنيفات فئه معينه بس من المجتمع وهي الشباب، يعني مش عارفين حتى لو جمعوا المجتمع ككل او الفئه الاكبر سنا ممكن نوصل ل او توصل تركيا للمرتبه رقم كام في معدلات البطاله. طبعا الفتره اللي احنا فيها اي كلام على دوله في العالم كله عندها مشاكل اقتصاديه وعندها معدل انكماش، تركيا تتصدر المشهد. تركيا تتصدر المشهد في معدل انكماش بيوصل النهارده لنسبه قرابه 30% مثلا في القطاع الاقتصادي، والجزئيه اللي حضرتك شرحتيها بشكل كامل شباب تركيا، الشباب التركي النهارده بيعاني من وجود معدل بطاله مرتفع جدا 34%، ده طبقا لتقارير
تعيدا كمان على التقارير اللي خارجه من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدوليه، لتقارير خارجه من الداخل التركي من اساتذه جامعيه في جامعات التركيه، الاساتذه في الاقتصاد متخصصين. يعني احنا كده بنتكلم على انه تلت الشعب عاطل. بالظبط، ده تلت، مش بس تلت الشعب، تلت الشباب اللي عنده، تلت الشباب عاطلين. اللي عنده القدره على العمل، تمام، وده فرق كبير جدا، مش تلت الشعب، لان تلت الشعب بيحتوي على زي ما حضرتك شرحتي بالتقرير، في فتيات وفي سيدات وفي ناس ما عندهاش قدره على العمل، لكن احنا بنتكلم على تلت الشباب الذي يملك القدره على العمل. ده النهارده في تركيا قاعد في البيت، عنده طلبات لاعانه عشان يقدر يعيش حياته، طلبات معيشه وطلبات اعانه زادت بشكل مبالغ فيه. ده النتيجه واضحه جدا لسياسه اردوغان الاستعماريه. احنا النهارده بنتكلم ايه اسباب المشاكل في العالم كله، ومين الدوله النهارده اللي اصبحت خطر على سياسات العالم كله؟ هي تركيا. النهارده تركيا دوله محتله، سوريا، العراق، مشاكل في اوروبا مع دول اوروبيه، مشاكل مع امريكا، مشاكل حتى مع كل الدول، التدخلات خارج حدودها. يعني النهارده بنتكلم على الشان الليبي، ليبي ملهاش ادنى علاقه بالحدود التركيه او حاجه، هي مطامع وطمع في ثروات الدول الاخرى، مطامع في النهب، سياسه اردوغان الاستعماريه اللي تركيا اكثر المضطرين. هو بيبني الاقتصاد التركي على النهب والسرقه. يعني انا عايز اقول حاجه، هو بيبني الاقتصاد التركي على دماء الابرياء في الدول اللي هو بيبقى عنده طبعا فيها، على سرقه مواردها. النهارده تركيا البترول العراق هي اكثر حد بيستنزفه وبيستنزفه من الجماعات الارهابيه والدواعش، دي سياسه تركيا. طب تركيا لما انا كنت بس عايزه اسال حضرتك في جزئيه اقتصاديه اخرى دكتور احمد، وهو احنا لما بنيجي نتكلم على انه المؤسسات الدوليه الاقتصاديه الكبرى لما تيجي تتعامل مع اي دوله هي بتنظر ل امور محدده، يعني منها على سبيل المثال زي ما حضرتك ذكرت 34% معدل البطاله في تركيا، بحقيقه ممكن حضرتك تقول لنا معدل التضخم وصل لقد ايه دلوقتي؟ وبالتالي هل احنا ممكن الفتره القادمه نشوف انه المؤسسات الاقتصاديه الكبرى او مثلا مؤسسه زي صندوق النقد الدولي او البنك الدولي ربما تدير ظهرها او لا تنظر الى تركيا في الخطط القادمه او في تعاملاتها الماديه القادمه؟ بص يا فندم، هو مؤسسات التمويل الدوليه لما بتحاول تساعد الدول في خروج لوضع اقتصادها عشان تعالج مشاكلها الاقتصاديه، بيبقى عندها بعض المؤشرات الخاصه بقدره الدوله دي على الوفاء بالالتزامات. النهارده المؤشرات كلها زي ما حضرتك شرحتي مؤشرات سلبيه. النهارده بنتكلم في دوله بقت داخله على معدل انكماش بشكل كبير جدا. النهارده بنتكلم على انكماش في كل القطاعات هيتراوح ما بين 18% ل 58%. بنتكلم في عدد الموازنه. طبعا طبعا رقم كبير جدا، خصوصا ان تركيا الارقام دي جديده عليها. يعني حتى لما نيجي نعمل مقارنه بنعمل مقارنه النواحي الاقتصاديه بتبقى فيها مقارنه ما بين السنه السابقه ليها، فالارقام عنيفه جدا في الانكماش، معدل الانكماش ضخم جدا، عجز الموازنه. النهارده بنتكلم في 12% من الدخل القومي التركي، بنتكلم كمان على ان قطاع التصنيع وهو القطاع اللي كان شغال في تركيا بشكل كبير جدا خصوصا فيما يتعلق بالملابس في عجز تقريبا بنسبه 33%، وده بيوريكي حجم مشاكل التصنيع وحجم مشاكل التصدير وحجم المشاكل اللي بيعاني منها الاقتصاد. النهارده دوله مبنيه على مجموعه من الحاشيه اللي بتسرق قوت الشعب التركي، الشباب التركي النهارده مش لاقي شغل، وتركيا بتبني فيها اصول للحاشيه بتاعت اردوغان النهارده ووضعه، وده بيوريك التفاوت والنهب والفساد اللي موجود في تركيا. اردوغان يعني اكثر الدول التي سيضرها ويحتلها هي تركيا. يعني اردوغان يعتبر سياسته الاحتلاليه كانه بيحتل بلده، لان هو بيأثر عليها تأثير سلبي ضخم جدا. يعني تركيا النهارده في عصر اردوغان في الفتره الاخيره الوضع أسوأ مما يعني حد يتخيله. يعني التقارير اللي حضرتك شرحتيها في بدايه شرحك النهارده هي تقارير خارجه من داخل تركيا، وهو دليل على الوضع المزري للاقتصاد، دليل على ان النهارده تركيا لو استمرينا في الوضع ده احنا داخلين على مرحله افلاس، وافلاس دوله بحجم تركيا له تاثير عنيف عليها وعلى حتى. ده كان سؤالي القادم لحضرتك، هل من المتوقع ام يعني ممكن يستطيع اردوغان بالنهب والسرقه التغطيه شويه على هذه المعدلات يعني او هذا الانحدار اللي بيحدث في الاقتصاد التركي؟ اردوغان بسياسته وتدخله في الاقتصاد، النهارده احنا لما بنتكلم على رئيس دوله هو غير متخصص في الاقتصاد ولا يستعين بالخبراء الاقتصاد، بل هو النهارده الناس اللي عنده بتتكلم في الاتجاه الصح بيقلهم، محافظ البنك المركزي اقاله، بعض
المستشارين على الواحد الاقتصاديه زي ما شرحنا ما لهمش ادنى علاقه بالاقتصاد، ما لهمش ادنى علاقه بحاجه، بيتدخل بشكل كبير جدا في السياسه الماليه، في السياسه النقديه، حزب العداله والتنميه في تركيا بيتدخل بدون اتباع المعايير الاساسيه للاقتصاد. الدوله التركيه تعاني بشده، والنهارده احنا تقريبا بقينا يوميا بيخرج تقارير بتدل على سوء الاقتصاد التركي والمحاوله بتاعت العالم كله لتنبيه تركيا ان طالما هذه هي السياسه المتبعه اقتصاديا في تركيا فتركيا على حافه الهويات. تركيا تعاني، عندها مطلوب منها خلال 12 شهر الجايين اللي هم السنه الجايه دي بداية تاريخا ابتداء من 15/7 170 مليار دولار ديون. ما قدره تركيا على تلك الديون تلك السياسه؟ اردوغان بيقتل شباب تركيا، اردوغان النهارده بنتكلم على واحد سياسيه، الشباب هو العنصر المحرك في اي دوله في العالم، وبالتالي هو قرر يقضي عليهم. يعني هذا واضح. وبشكرك جدا على التعقيب الدكتور احمد سمير زكريا الخبير الاقتصادي، بشكر حضرتك على وجودك معانا. وزي ما قلنا لحضرتك الراجل مش فاضي، يعني هيصرف على الارهابيين والمرتزقه ولا يصرف على الشعب؟ مش عارف. نرجع بقى للابطال، للرجاله اللي بجد، نرجع لبطولات وعظمه الجيش المصري اللي مش احنا بس بالمناسبه كمصريين مرتبطين بيها، ولكن كمان العالم كله والوطن العربي كله، لانه الجيش المصري طول عمره جيش كل العرب. وده دايما اللي بيقول عليه وبيأكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان، مسافه السكه. فجيش مصر دعم كتير جدا 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 من الأشقاء العرب على مدار تاريخه كله من غير ما يكون ليه أي مصلحة إلا خير واستقرار البلاد العربية. عشان كده مش هيكون غريب الحقيقة، لأن احنا شفنا كتير من مشاهد في حب جيشنا العظيم من أشقائنا العرب. لكن أنا دايما بقول لكم أنه الأطفال كمان على فكرة ناس قلوبها صافية. الطفل دايما بيعبر عن اللي جواه، عن اللي حسه، عن اللي مصدقه. عشان كده بشوف طفله جميله فلسطينيه حلوه كده تعمل قصيده شعر عن عظمه جيش مصر بمنتهى البراءه، صوت مؤثر بتتكلم فيه عن بطولات الجيش المصري في مكافحه الارهاب في سيناء، طبعا تاريخه العظيم والمشرف لكل المصريين والعرب. الجميل كمان انه الطفله دي طبعا هي شقيقة، يعني من بلد شقيقة من فلسطين اللي بنحييهم كلهم وبنحيي أهلهم، لكنها ببراءتها رصدت قصة أبطال كمين البرث والشهيد أحمد منسي الله يرحمه يا رب. البطل الشهيد أحمد المنسي هو والكتيبة الأبطال أبطال مصر، كتيبة 103 صعقة أبطال مصر من شهداء الملحمة الوطنية اللي احنا كلنا كنا بنتابع يمكن في رمضان اللي فات فصولها في مسلسل الاختيار اللي قدم لنا صورة وعيشنا واقع مشرف هنعيش كتير قوي قوي قوي، يعني ادونا شعور بجد كبير. يا رب نكون بس يعني على القدر ده ونستحقه. عايزة اقول لكم الطفلة الفلسطينية ميس عبد الهادي قدمت القصيدة بعنوان ملحمة خير أجناد الأرض. تعالوا نشوف ونسمع ميس والقصيدة اللي كانت بتتحدث فيها عن أبطال مصر من الجيش المصري العظيم وشهدائه الأبرار. ولسه مكملين كلامنا، وزي ما كنت بتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة ان احنا النهاردة هنتكلم عن تعاملنا مع فيروس كورونا بس عن طريق الأمل في الشفاء، انه الشخص يكون عنده إرادة ان هو يتحدى هذا الفيروس في اجواء صعبه او ممكن تكون ظروف صعبه هو بيمر بيها. الحمد لله رب العالمين. كنا بنتابع التقارير النهائيه اللي بتتكلم انه في مصر يحدث الان ولله الحمد ارتفاع في معدلات الشفاء، الناس اللي تعافت من فيروس كورونا من المصابين. كمان على مدار اليومين اللي فاتوا شفنا انخفاض في اعداد الوفيات، وده حسب اخر بيان لوزاره الصحه. انا النهارده معايا نموذج الحقيقه انا بحبها جدا على المستوى الشخصي لانها نموذج للامل والاراده. واحده من سيدات في مصر هي عندها بالمناسبه
في حياتها كلها إرادة وتحدي من نوع خاص، لكن كمان هي بتتحدى فيروس كورونا اللعين. اتعرضت للإصابة، مرت بهذه التجربة أو تجربة المعاناة من هذا الفيروس اللي احنا منتمناش انه أي حد طبعا يمر بيها، لكن مهم ان احنا نستفيد من خبرات الآخرين، خصوصا واحنا بنتكلم زي ما قلنا ده فيروس مستجد، حتى الآن مفيش علاج محدد، حتى الآن مفيش برضو لقاح محدد نقدر نعتمد عليه، وبالتالي ان تجارب الآخرين أو الطاقة الإيجابية اللي احنا محتاجينها أو أي شخص تاني ممكن لا قدر الله يتعرض للإصابة فيستفيد منها. أنا بينضم إلينا عبر سكايب، كان نفسي طبعا تنورني في الاستوديو، ضيفتنا الأستاذة داليا عاطف مصطفى، مسؤول إدارة المرأة والطفل بالمجلس القومي لشؤون الإعاقة وعضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، اللي هنتكلم معاها عن تجربتها في مواجهة فيروس كورونا. صباح الخير أستاذة داليا. صباح الخير استاذه اسماء. صباح الخير عليكي. كان نفسي تنوريني في الاستوديو والله، بس الظروف غصب عننا. ان شاء الله قريب باذن الله. ان شاء الله. انا في الاول طبعا عايزه اطمن عليكي، عايزه اطمن على صحتك، عايزه اعرف وصلنا لحد فين في مواجهه هذا الفيروس بقى، يعني وصلتي معاه لحد فين؟ والله انا لسه في العزل، بقالي كده في العزل 35 يوم. انا وصلت تقريبا ثالث يوم عيد الفطر، ولا زلت لسه في غرفتي داخل العزل، انا يعني معمول لي عزل منزلي. طبعا الاصابه قطعا التجربه مؤلمه، لو هنتكلم انا عايزه طبعا ابس روح الامل وابس ان في استجابه، لا وربنا كبير ونخرج من التجربه دي برسائل كتير جدا زي ما حصل لي، ولكن لو هنتكلم على يعني نيجي الارض الواقع التجربه مؤلمه طبعا، بس طبعا بالاراده وبالامل وبان احنا يعني زي ما بيقولوا كده ياما دقيت على راس طبول يعني. طب داليا هيضايقك لو سالتك اكتشفتي اصابتك ازاي او يعني اتعديتي من حد، اكتشفتي ازاي ان انت جالك فيروس كورونا؟ لا لا خالص مش هيضايقني، لا بالعكس، انا اساسا والله من خلال صفحتي على الفيسبوك انا بحاول ان انا يعني اوضح كل تفاصيل التجربه، علشان انا من الاول خالص كنت خايفه جدا على الناس. كنت دايما بقعد اعمل فيديوهات بلغه الاشاره واعمل رسائل توعويه عن الاجراءات الافتراضيه وكده. بص حضرتك، انا يعني اكتر حد في مصر كان مطبق الاجراءات الافتراضيه، ويعني لو رجعت بصفحتي لورا هتلاقيني نشره يعني رسائل توعويه وان لا بلاش ناخد بالنا وكده، لدرجه ان انا يعني الكلور والميه دول كانوا بترعشوا من تحت باب الشقه. انا ما خرجتش من يوم الاعصار غير يوم واحد بس، هو كان تالت يوم عيد الفطر، وتقريبا المشوار يعني حاجه قريبه جدا لبيتي هو بيت والدتي، يعني انا ما تخيلتش طبعا اخواتي انا اكبرهم وكده، كان عيد بقى وكده ولازم ان احنا مش تجمع بالمعنى تجمع العيله يعني، بس البيت اخواتك ومامتك وبس. بس بالظبط، فكان لازم يعني ان انا خلاص كده الوقت طويل جدا اللي قعدته في البيت وخلاص بقى، يعني النصيب قبل اي شيء، يعني هو القدر، بس انا عايزه اوضح للناس ان القدر نافذ يعني ايا كان، لو الانسان كل تاكيد مفيش كلام. فانا المشوار من هنا لهناك ما يتعداش نص ساعه، فاثناء دوت جيت بالليل يعني ما كنت حاسه كده بحاجات غريبه، كنت حاسه ان في الم في جسمي بس برضه ما كانش جامد لسه في الاول. مر تاني يوم وتالت يوم، تالت يوم بقى ظهرت عليا الاعراض كلها، اعراض الكورونا كلها بالتدريج، حمى، قشعريره، انا كنت بستعطى بطاطين في عز الصيف. الكلام ده اساسا كان في بدايه شهر يونيو، و يعني جالك كل الاعراض اللي هي حراره، كل الاعراض مريتي بيها؟ ولا عرض، حاسه الشم، حاسه التذوق، ما فيش ولا عرض من المتعارف عليهم للكورونا ما ظهرش عليا. فطبعا بدات ان انا اخد البروتوكول العلاج، لاني على طول متابعه وكده، بروتوكول العلاج المتعارف عليه لدى وزاره الصحه، يعني اللي كان في التوقيت دوت فيتامين سي والزنك ولو كان. يعني هل تواصلتي مع دكتور ولا ابتديتي انت تشوفي على الابلكيشن او ايه اللي نازل من وزاره الصحه وتتعاملي، يعني تبتدي تحطي لنفسك بروتوكول العلاج؟ انا بالفعل كنت منزله الابلكيشن بتاع وزاره الصحه
وكنت كده كده يعني عندي ثقافه طبيه، انا خايفه ان يحصل بناتي على مستوى اسرتي، فكنت عارفه البروتوكول العلاجي شكله ايه، وبسال اطباء، وموجوده في جروبات كتيره جدا احنا بنعملها كده حاجات للخير يعني، بنساعد الناس ونساعد مرضى الكورونا وكده. فجي بالصدفه ان انا اصبت، فانا من اول يوم اصابه انا حسيت يعني، مش مثلا عدى وقت وكده، لا، من اول يوم اصابه انا عرفت ان انا عندي. طبعا في البيت كان عندهم رفض تام للاعتراف بالموضوع، يعني زوجي وبناتي لا مش ممكن ده يكون كورونا، هيجي لك منين انت ما خلاص من يوم الاعصار ما بتشوفيش الشارع وكده، ما جاش في خيالهم ان ممكن يوم واحد خروج ممكن يعمل كده. فبدات طبعا لما انا جوايا احساسي ان انا لا عندي كورونا، ما فيش، عدى يومين بعد ما خدت العلاج ما كانش في اي استجابه، برضو الحراره لسه مرتفعه، الالام اللي بالجسم، العمود الفقري، كل حاجه يعني بجد حاجه مؤلمه جدا جدا. عشان بس الناس اللي بتقول انها التجربه بسيطه، لا، ما هو انا لما اقول خطوره التجربه الناس هتبدا تخاف وتطبق الاجراءات الاحترازيه، يعني لازم نكون واضحين. مش هو كل الناس زي بعضها، كان مشوار واحد وخروجه واحده بس هي بالظبط، هي اللي عملت بالزبط. كده. طب اتاكدتي ازاي بقى؟ يعني انت بتقولي كنتي انت وزوجك وبناتك ربنا يخليكم لبعض طبعا رافضين او مش عايزين تصدقوا ان انت تعديتي من كتر التزامك وانك خرجتي مره واحده. بالزبط. اتاكدتي ازاي بقى؟ انا كنت مستوعبه، هم يعني اللي حواليا لا ما كانوش مستوعبين، عشان عارفين ان انا مطبقه الاجراءات بالظبط. طبعا انا من غير ما اقول لحد ولا ارعب حد، ما كنتش عايزه ان انا اقلقهم عليا وكده، بس انا عرفت وعزلت نفسي من اول يوم، اول ما حسيت بالاعراض على طول خدتي القرار على طول من غير تردد، وكنت متقبله بقى النقطه دي، مهمه قوي ان انا لا انا عندي كذا، ولازم ان انا ابدا ان انا اشد نفسي واشد من ازر نفسي. على طول اتصلت بالمعمل، انا عشان موضوع ان انا مطلعه وبشوف وكده، عارفه التحاليل اللي المفروض تتعمل. جالي الطبيب في البيت، اخذ العينات وكده، جاب لي نتيجه التحاليل برضو. انا يعني انا مش طبيبه ومش عايزه برضو اقول الكلام دوت علشان الناس كلها ما تتبعش التجربه، لان في ناس ما عندهاش درايه، فلا لازم تجري على المستشفى او الطبيب بسرعه، عشان في حالات خاصه. انا كان حلقه ريست اصلا، كانت المفروض تتحجز زراعيه مركزه، بس انا يعني عملت جهزت الغرفه اللي انا عايشه فيها لاني ما كنتش عايزه اروح مستشفى. انت ما كنتيش حابه انك تروحي تقعدي في مستشفى؟ لا، انا كنت هعمل كل المفروض يتعمل. انا كنت حاسه ان البلد عليها عبء كبير، مستشفيات عليها عبء كبير، فاللي يقدر يعمل حاجه ماشي، انا مش اكيد مش عايزه. لا، مش ممكن بجد ان ده يعني تفكيرك. ما خفتيش يعني انت بصيتي للعبء وللحمل وقلتي اللي يقدر، يعني انا اقدر فهتولى نفسي يعني، وخف من عليهم شخص مصاب. بالظبط. فالمعمل جاب لي النتائج، اطلعت على النتائج، بدات ان انا عن طريق الجروبات، طبعا مشهورين جدا الناس اللي عامله الجروبات، سواء جروبات الطبيه الحقيقه هايله فعلا. بالظبط، ومساعدات رهيبه. انا كان بيدخل لي ناس ما اعرفهمش ولا يعرفوني، وكانوا بيقدموا مساعدات، يعني انت اكلت ايه النهارده، عملت ايه جديد ايه. طبعا انا لما الحاله تفاقمت اليوم السابع بعد ما جبت نتيجه الاشعه والتحاليل اللي انا عملتها من نفسي، لقوا ان في التهاب رئوي شديد، وان الحاله يعني خلاص قريبه منها تبقى رعايه مركزه وكده. ف طبعا رحت للطبيب عادي، برايفت مش مستشفى، فحتى الطبيب ده اتصاب، يعني انا بعد كده اصلا ما كنتش عارفه اتواصل معاه لان هو نفسه اتصاب. فبدات ان انا اخذت العلاج اللي هو الدهوني ومشيت عليه، تقريبا شبه العلاج اللي انا كنت باخده، بس هو زود مضادات طبعا حيويه وانتي بايوتيك وكده والكلام ده. مشيت على زي ما هو قال لي بالظبط، ولكن طبعا الحاله كانت اصعب من مجرد البيت وبس. فجيت في اليوم السابع، لا خلاص النفس قطع خالص، وكنت يعني كان في نفس بيطلع، بقول اللي بعده اكيد ده مش طالع، مش بس الناس تفتكر ان كحه، لا على فكره انا ما كانش عندي كحه، انا كنت بحاول اكح علشان يعني ايه، عايزه اللي في صدري ده يطلع، يعني اللي في الرئه يطلع. يعني انا مش طب انت لما وصلتي المرحله دي بقى سابع يوم عملتي ايه؟ اتصلت بقى على مستشفيات وزاره الصحه، اتصلت على صديقه ليا عضو مجلس نواب، يعني مش عارفه بقى اذكر الاسم ولا ايه. لا، وكانت هي ساعدتك يعني؟ ساعدتني، قالت لي انت ليه اتاخرتي، كنت من البدايه المفروض تقولي وكده. قلت لها انا ما كنتش عايزه ان انا اتحبس في مستشفيات، وانا بعرف
اتبع النظام بنفسي وكده، فما كانش في داعي يعني. فهي مشكوره تواصلت مع سيده وزيره الصحه واتصلوا بيا وقالوا لي احنا موفرين لك مستشفى قريبه جنب المربع السكني اللي انا فيه، بس للاسف انا عشان شايفاها وهي جنب بيتي فانا من الاول برضو بنيت انت انطباع ان عندك المستشفى. مشكلة مع تقريبا كده ده اللي انت عندك مشكلة انك تروحي مستشفى من ما هقول الاساس لحضرتك، يعني هقول لحضرتك انا عندي تجارب كتير في المستشفيات بحكم الاعاقه وكده، فانا فما خدت التجارب دي بتحبيش. قبل كده. اه ف فيعني طب خليني طب ناخد الجزء شوية اللي انا احب ان الناس تسمعه منك. انت في البيت جوزك طبعا معاكي في البيت اه ولا بناتي وبناتك مشوا من اول لحظه؟ لا بناتي مشوا، اخواتي اخدوا بناتي يعني وديتي بناتك عند اخواتك بالظبط، ما وفضلتي كانش انتي عندي وجوزك استعداد اني في البيت في اوضه بتقعدي في اوضه لوحدك. في اوضه معزوله عزل يعني. انا طبقت الاجراءات زي يمكن لو جايبين كتالوج مش هيمشي على زي ما انا مشيت، الباب مقفول، الاكل بيتخبط عليه من بره. طبعا جوزي مشكور بوجه له يعني بجد، احنا لو كمان فضلت بنحييه بينا قوي. واختي اللي اخذت بناتي وكده، وبرده بقيه اخواتي برده واقفين جنبي جدا. يعني الموضوع على فكره محتاج، انا مش عايزه محتاج بس دعم، اكبر الموضوع، محتاج جيش ورانا، دعم محتاج نفسي هو ده بقى واسري، الوقت دعم بالظبط، نفسي هو ده واسري الوقت. يعني. هو طب ده الوقت بقى اللي خليكي معلش مسؤوله. استاذه داليا بروحك الحلوه كده هسالك سؤال. الشخص اللي هو بيبقى من ذوي الاعاقه، وانا عارفه ان انت من متحدي الاعاقه وعمرك ما استسلمتي، صاحبه اراده قويه يعني، ومعروف عنك ده يعني الحمد ما شاء لله. الله الحمد لله. هل الشخص اللي بيبقى مثلا من ذوي الاعاقه بيبقى مشكلته اكبر لما بيتعرض للنوع ده من الفيروسات، او ان هو بياخد عدوى معينه؟ هل بيبقى تنصحي بايه لو حد من ذوي الاعاقه لا قدر الله اتعرض للاصابه؟ انا دايما كنت متخوفه جدا على يعني، انا اغلب الاشخاص ذوي الاعاقه في مصر موجودين عندي على صفحتي على فيسبوك، وفي نقاشات واراء وكده وتبادل اراء، فكنت متخوفه من اول لحظه. يا جماعه متابعه منظمه الصحه العالميه، متابعه مكافحه العدوى وكده، في حاله الاعاقه الموضوع بيكون اصعب مليون مره. يعني انا لو اتكلمت حضرتك، انا دلوقتي بستخدم عكاز مثلا علشان اروح التويليت جنب غرفتي وارجع غرفتي تاني، كم الاتكاء واللمس اللي بيحصل حتى لو لابسه جوانتي، كم الخطوره يعني، ده مضاعفه، خطوره مضاعفه عليا وعلى اللي يعني حواليا. انت كده برضو مش انا شايفه انك طول الوقت بتفكري في اللي حواليك، يعني انت بالظبط مش في الالم اللي انت بتتحمليه عشان انا اسفه تروحي تستخدمي التواليت او تروحي تاخدي حاجه من المطبخ، لكن برضو انت حاسه انك بتلمسي حاجات كتير لانك يعني مش قادره تمشي بشكل يخليكي اسرع مثلا في الدخول بالظبط. والخروج. ده مش هيكون احساسي بس على فكره، ده احساس اي مصاب هيكون كافر على اللي حواليه، اصل هو خلاص اتصاب. يعني انا كان على سبيل الدعاء بقى لما رحت المستشفى اختي كانت معايا، فبتقول لي اقعدي هنا، فبقول لها لا احسن يعني، هو في بالي ان انا مش معديه، طب ما انا اصلا عندي العدوى. فقالت لي طب ما انت اصلا هيجي لك ايه، طب ما انت عندك كورونا اصلا. فكان على انا بس عايزه يعني ابس روح البهجه يعني عند ايوه الناس ما انا وكده. كنت لسه عايزه اقول لك بقى نصيحه وبهجه منك نختم بيها بقى. انا بس عايزه اقول ان في ظروف الاعاقه الموضوع بيكون مختلف خالص، كل اعاقه وليها خصوصيتها. اعاقه بصريه ده بيحتاج يلمس كتير، بيحتاج مساعده شخصيه، كذلك برضو الاعاقه السمعيه نفس الحكايه. لو هو انا حطيت نفسي مكان الاخرين، لو كان هو بيستخدم لغه الاشاره وكان في العزل، طب ده شكل التعامل هيكون ايه؟ لازم نحط في بالنا ان استماره وزاره الصحه الموجوده في المستشفيات يكون فيها بند للاعاقه، كمان الابلكيشن يكون متاح لكل الاشخاص. انا دايما معلش بتطرق في الموضوع وبخرج لغيري، بس بجد المعلومات دي مهمة قوي. طبعا النصايح بقى، وعايزين بقى نقول للناس صحيح ما تخافوش، لكن لازم في البداية تقلقوا عشان كل حالة ولها يعني تفاصيلها، في حالات مثلا خطرة وفي حالات لا. برضو انا عايزة ارد الشكر لكل الناس اللي سندتني ودعمتني نفسيا. كل بصي من اجمل الرسائل اللي جات لي رسائل ابنائنا من ذوي الاعاقة الذهنية، وقد ايه كانوا بيسجلوا لي بصوتهم، وقد ايه يعني كانوا بجد مسندني لحظه بلحظه. دكتور حسام المصري في رئاسه مجلس الوزراء مهتم كان جدا، يعني برضه بيتصلوا وبيتابعوا. انتي محبوبة من كمان كل الناس اصلا يا داليا، يعني انتي عارفة كده ربنا يعني يخليكي. كل الناس بجد بتحبك وبتحب روحك الحلوة، وانا سعيدة باللي انتي بتنشريه واللي بتتكلمي فيه عن تجربتك، وان شاء الله بإذن الله المرة الجاية لما نتقابل يكون ربنا تم شفاكي على خير ان شاء الله بإذن الله،
وتعدي ازمه كورونا وتنوريني بقى هنا في الاستوديو عشان نتكلم على حاجات كتير قوي، لانك انت في المجلس القومي للمراه ماسكه ملف مهم، وده ان شاء الله المره الجايه تكوني خفيتي من كورونا ونتكلم عنه ان شاء الله باذن الله. وتحياتي ليكي وكل الساده. انا بشكرك، نورتيني، وربنا يعافيك ان شاء الله، ونطمن عليكي في اقرب وقت ان شاء الله. يعني كل الشكر لضيفتنا اللي نورتنا، الاستاذه داليا عاطف مصطفى، مسؤول اداره المراه والطفل المجلس القومي لشؤون الاعاقه، وعضو لجنه المراه ذات الاعاقه بمجلس القومي للمراه. وان شاء الله ندعي لها كلنا والكل مصاب ان هو يتعافى من فيروس كورونا، هذا الفيروس اللعين اللي كتير جدا بيتحدوه، والحمد لله ربنا يكتب للجميع ان هم ينتصروا على هذا الوباء. استاذنكم بقى نروح لفاصل، وبعدها نرجع نحتفل مع محافظه القاهره، نشوف ايه اللي حصل، ازاي بتستعيد عاصمه مصر هذا الرونق والمظهر الحضاري، وازاي بنتغلب على كتير جدا من المشاكل، خلصنا قد ايه وفاضل قد ايه. فاصل صغير وراجعين. النهارده بنحتفل زي ما قلنا لحضراتكم بعيد ميلاد القاهرة، عاصمة مصر اللي مر عليها أكتر من 1000 سنة، وهي صامدة وباقية معالم وحضارة وأهلها كمان، اللي بيشوفوا دلوقتي زي ما قلنا صورة جديدة للعاصمة المصرية والمصر كلها. الواقع إن إحنا بنغير كتير جدا من اللي حصل، من التداعيات اللي مرينا بيها، من الزمن اللي عدى. القاهرة كان ليها نصيب كبير من حالة التطوير، البنى، القضاء على العشوائيات اللي كانت موجودة فيها، اللي استمرت الحياة على مدار الست سنين اللي فاتوا. تحتفل القاهرة بالعيد القومي يوم 6 يوليو من كل سنة. النهاردة مر عليها تقريباً 1051 سنة. تخيلوا 1051 سنة هو عمر محافظة القاهرة. وبالمناسبة دي هنتكلم ايه اللي بيحصل في محافظة القاهرة، ايه التطوير، ايه المشروعات اللي حصلت، ازاي العمران او التنمية او اللي بيحصل في كل مكان من الشرق والغرب ومن الشمال للجنوب. وده لان احنا بنتكلم على خطة للتنمية المستدامة ركز عليها رئيس الدولة، وهذه الخطة امتدت من القاهرة لجميع محافظات مصر. احنا بينضم الينا عبر كاميرا اكسترا نيوز ضيفنا الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهره. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وكل سنه وحضراتكم طيبين. طبعا سياده المحافظ وجميعكم وجميع ابناء محافظه القاهره. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على كل مشاهدينك، وكل سنه وحضراتكم طيبين، وعام سعيد على القاهره والعيد القومي عليها، وكل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب وبألف خير. وخليني قبل ما اتكلم عما يحدث في محافظة القاهرة وازاي هذه العاصمة تستعيد مرة أخرى الرونق والجمال ويتم فيها القضاء يعني على كل ما هو كان عشوائي أو غير جميل، طبعا في الظروف اللي احنا بنمر بيها في مواجهة فيروس كورونا، المسؤولين في محافظة القاهرة هيكون الاحتفال طبعا يعني شوية محكوم بمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات الوقائية والاحترازية مع الفتح التدريجي للمنشآت. عايزين نتكلم أكتر عن الجزئية دي، والاحتفال هيختلف في إيه هذا العام؟ هو يا فندم الأول يعني إحنا الحمد لله بنواجه ظاهرة أو جائحة كورونا بشكل جدي وحاسم، لأن الدولة كانت أهم حاجة عندها صحة المواطن، وفي سبيل كده تم اخذ جميع اجراءات احترازيه من اول يوم، بدءا بالتباعد الاجتماعي. انا هستاذن حضرتك يا فندم، هستاذن حضرتك يا فندم دقيقه. حضراتكم احنا بنوزيع على حضراتكم الان عاجل طبقا لتصريحات سفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه، يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بقصر الاتحاديه الرئيس الاريتري اسياي افورقي الذي يحل ضيفا على مصر في زياره عمل لمده 3 ايام، حيث من المنتظر أن يتم عقد جلسة مباحثات رئاسية مشتركة بحضور وفدي البلدين لمناقشة وتبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر
فضلا عن بحث موضوعات التعاون الثنائي بين الجانبين في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وإريتريا. احنا نبأ عاجل الآن يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صباح اليوم بقصر الاتحادية الرئيس الإريتري أسياي أفرقي الذي يحل ضيفا على مصر في زيارة عمل لمدة 3 أيام، حيث من المنتظر أن يتم عقد جلسة مباحثات رئاسية مشتركة بحضور وفدي البلدين لمناقشة وتبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، فضلا عن بحث موضوعات التعاون الثنائي بين الجانبين في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وإريتريا. احنا بنعود مرة أخرى تكمال فقرتنا واللي احنا كنا بنحتفل بيها بالعيد القومي لمحافظة القاهرة، وبرجع لحضرتك مرة تانية دكتور حسام. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك. واهلا بكل مشاهدينك، كل سنة واهل القاهرة كلهم بخير. ويعني احنا السنة دي بنحتفل في ظل جائحة كورونا، فطبعا في اختصار في الاحتفالات. احنا يعني الدولة من اول يوم ادت المواطن ان اهم حاجة صحة وسلامة المواطن المصري، فبدأت من قرار مجلس الوزراء من التباعد الاجتماعي، غلق المحلات، محاولة ان الاشخاص يبقى فيه تباعد اجتماعي، لغاية لما الحمد لله ابتدينا نعدي الازمة. احنا شايفين في الايام اللي فاتت في تراجع في الارقام، ارقام الاصابات، ارقام الوفيات، التعامل كان مع الدولة باحترافية كبيرة جدا جدا. الحمد لله ما قدرناش او ما وصلناش زي دول تانية الجائحة فيها قدرت يعني توقف الحياة بشكل كامل. الحمد لله احنا تغلبنا على الموضوع وربنا يسهل الحال ونعدي الأزمة دي كلها على خير إن شاء الله. طيب خليني أقول لحضرتك إزاي مثلا أنتوا بتتعاملوا في هذه الفترة مع المخالفات، يعني تحديدا لو احنا بنتكلم على احنا عارفين القاهرة في عدد كبير جدا من المقاهي، في عدد كبير جدا من المطاعم، هي يعني العاصمة يعني ومعروف عن القاهرة أنها لا تنام، يعني ازاي بتتعاملوا مع هذا القدر ربما ممكن يكون من يعني من المخالفات، التجاوز، ان بعض المقاهي مثلا ما تلتزمش بال 25% او تقدم الشيشه رغم انها ممنوعه. يا فندم احنا تعاملنا مع المقاهي والمحلات بعبديه قرار السيد رئيس الوزراء بفتح المحلات بنسبه تشغيل 25%، ابتدينا نحدد كل محل من دول من المحلات دي مساحته قد ايه او المقاهي تستوعب قد ايه، ابتدينا نتكلم ان ال 25% تبقى حجمها قد ايه، اتاكدنا ان المقاهي ما بتقدمش عفوا الشيش او اي حاجه، ان بتستخدم الكوبايات والادوات ذات الاستعمال الواحد المره الواحده يعني، ابتدينا نتاكد ان المقاهي بتقفل في المواعيد والمطاعم بتقفل في المواعيد المحدده ليها. في تعامل جدي مع الكلام ده، لما بيحصل اي تجاوز بيتم الاغلاق الفوري، وطبعا الناس طالعه من فتره كبيره كان فيها حظر، فمش مصلحه اي محل او اي مقهى ان يحصل اغلاق ليه، بيتم عمل مخالفه ماليه كبيره جدا مع الاغلاق طبعا. فيعني في التزام اعتقد كبير جدا ووعي كبير جدا من المواطن في القاهره او الشعب المصري بصفه عامه. يعني يا فندم نقدر نقول ما رصدتوش عدد مخالفات كبير ام يعني كان الجزء الاكبر ملتزم؟ يا فندم لا، بص يا فندم، اي زي اي مكان في الدنيا فيه طبعا في مخالفات وبتترصد، بس لما يكون في ردع للمخالفه واغلاق كامل للمحلات واغلاق كامل وغرامات ماليه بتبقى كبيره بيبتدي ده رادع، انما لو كان في تهاون في الكلام ده كان زمان يعني الموضوع بقى كتير جدا وما قدرتش تغلب عليه. في مخالفات لكن الاغلبيه العظمى ملتزم، وده حاجه يعني ملاحظينها. في وعي في الشعب من المواطن في القاهره او في الشعب المصري عامه ان جائحه كورونا دي جائحه عالميه ولازم التغلب عليها. تمام. عايزه اقول لحضرتك كمان ان احنا اللي كنا بنلاحظه مع حضراتكم انه بالرغم من جائحه كورونا او تداعيات هذا الفيروس، الا انه كانت محافظه القاهره الحقيقه مع يعني على راس المحافظات في مصر اللي بتحارب المخالفات المتعلقه بالبناء، فكره القضاء على العشوائيات، التعدي على اراضي الدوله، ده كان مستمر واحنا كمان كنا متابعينه مع حضراتكم طول الفتره اللي فاتت.
يا فندم، من بدايه تولي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي المهمه كان هدفه القضاء على العشوائيات والقضاء على الاماكن العشوائيه اللي في القاهره، فتم رصد الاماكن العشوائيه اللي في القاهره وتم ان احنا نعيد تاهيلها ونعيد المكان تاني بحيث نسكن اهلنا في اماكن تليق بيهم وتليق بالمكان اللي هم فيه. احنا كنا طالعين من 2011 لغايه 2014 كان في ظاهره مخالفات بنى، ظاهره مخالفات البنى دي من 2014 ابتدى نحط زي خط فاصل ليها، ابتدينا نتعامل معها بشكل حاسم وجدي. في ظل ظاهره كورونا كان في بعض الناس اللي هي هتستغل فتره الحظر في المخالفات، كان في توجيه من سياده الرئيس ودوله رئيس الوزراء ان تحول المخالفات للنيابه العسكريه. حصل ان في البدايه تحويل حاله 2 3 10، بعد كده الناس عرفت ان الكلام ده ليس ان يكون في اي تهاون ولن يكون في اي تراجع في النيابات العسكريه، يعني ما بتبقى في تعاملها حاسم وجاد وصارم مع المخالفين، فبتخلي ان اي حد يفكر انه يخالف يفكر الف مره. في قانون يعني، في قانون رادع وفي دوله وفي جهات بتتحرك يعني. كمان كان في ايضا جزء تاني مهم هو لازم نتكلم عنه، وهو توفير بقى انه يكون في متابعه لتوفير الادويه المستلزمات الطبيه في المستشفيات اللي بتقدم طبعا خدمات العلاج من فيروس كورونا للمواطنين، المتابعه بقى من المحافظه للموقف الصحي. طيب احنا على ما يبدو ان في عطل فني. طيب انا بعتذر بس لحد ما يعود مره اخرى لينا الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهره، واحنا كنا بنتكلم على محافظه القاهره. وخليني بس اكمل كلامي مع حضراتكم في فكره القضاء على المخالفات او مخالفات البنى. الحقيقه يعني الرئيس في هذا الملف على وجه التحديد كان كلامه واضح وحاسم، وحتى يمكن ما شفنا مع الافتتاحات الأخيرة والرئيس كان بيتحدث عن المشروعات القومية اللي بتحصل في مصر، بيفتتح عدد من المشروعات، الأماكن اللي كانت تعرضت للانتهاكات أو الإهمال أو التعديات زي ما احنا كنا بنشوف في بعض الأماكن الأثرية حتى أو اللي بتتعلق بتاريخنا وحضارتنا في مصر. فكان في فكرة العقاب الرادع، دولة القانون، إنه مصر هي بتسعى بكل قوة، ودي خطة مهمة جدا وهدف واضح الرئيس وضعه من البداية، إنه مصر هتلغي من قاموس حياتها العشوائية، وبالتالي ما ينفعش وإحنا بنطور إنه يرجع تاني ناس تعمل نوع من أنواع المخالفات. عشان كده بنشوف إن في كل المحافظات مش بس محافظة القاهرة على وجه التحديد، بنشوف متابعة من السادة المحافظين، رئيس مجلس الوزراء، في لجنة لاسترداد أراضي الدولة اللي تم التعدي عليها، رئيس الجمهورية زي ما قلنا على رأس جميع المسؤولين بيتابع الملف ده بنفسه شخصيا يوميا بشكل دوري. يعني بنشوف كمان انه مش هينفع نكون بننقل مثلا اهالينا اللي كانوا عايشين في اماكن عشوائيه لمجتمعات بنشوفها راقيه ومتحضره زي الاسمرات ورده السيده وما الى ذلك، ومصر تسيب العشوائيه ترجع تاني. وده اللي سياده الرئيس كان بيتكلم عنه واللي بيكرره وبينبه عليه دايما مرارا وتكرارا، انه مفيش تهاون مع اي شخص هيفكر انه يستغل الازمه. عشان كده هو المشهد اللي حضراتكم بتشوفوه دلوقتي، سواء الشخص ده قال لك انا هستغل فيروس كورونا وابتدي ابني، في ناس تقول لك المباني الكبيره، على فكره ما حدث من عشوائيه في البنى من 2011 على ارض مصر مش قادر اقول لحضراتكم قد ايه. في ناس استغلت اللي حصل في 2011 مرورا طبعا ب 2012 وحكم الجماعه الارهابيه وما حدث من احداث في مصر، انه يحصل تعديات كتير جدا على اراضي الدوله وتعديات على نهر النيل، وان الناس تروح تبني بنى مخالف. في ناس برضو معدومي الضمير فكروا ان هم جائحه كورونا هيستغلوا فترات الحظر، فبالليل يلا الدنيا هاديه فهنبني ولا من شاف ولا من دري، ولكن الحقيقه انه ده ما حصلش. عشان كده بنشوف المشاهد اللي حضراتكم بتشوفوها قدامنا على الهواء، انت بنيت وخالفت وحاولت انك تستغل انه احنا في ظروف معينه المبنى بتاعك هيتجاب فورا
على الارض. هرجع بيعود يعني الينا مره اخرى الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهره. دكتور حسام، دكتور حسام، دكتور حسام انا مع حضرتك. طيب، من الواضح ان احنا لسه عندنا مشكله في الاتصال، لكن يعني عشان نستكمل كلامنا واحنا بنتكلم على محافظه القاهره على وجه التحديد، يعني مش بس فكره القضاء على العشوائيه، احنا بنبص يعني وهنجيب لكم الصور، ميدان زي ميدان التحرير ده احنا بنتكلم على شيء في حياه كل مواطن مصري مش بس قاطني القاهره. بنشوف الشكل اللي بقى فيه ميدان التحرير دلوقتي، بنشوف انه التكدس مثلا اللي كان موجود في مجمع زي مجمع التحرير والمبنى واهميته في منطقه مهمه جدا في وسط القاهره، المسله المصريه، الكباش اللي اتحطت في مواجهه بالمناسبه المتحف المصري وما يحمل من تاريخ. مش بنتكلم كمان بس على الاثار التاريخيه اللي بيضمها هذا المتحف، ولكن المبنى في حد ذاته، انه العاصمه تستعيد زي ما قلنا واحنا بنحتفل بالعيد القومي 1051 لمحافظه القاهره جزء من الرونق. بنشوف القاهره الخديويه، معالم وسط البلد، ازمه كبيره برضو مصر عانت منها لسنوات وقدرنا ان احنا الحمد لله رب العالمين نتخطاها، وهي ازمه انتشار الباعه الجائلين اللي كانت في منطقه وسط البلد، وان احنا برضو نقدر نغير من حياتهم وان هم يتنقلوا في اماكن افضل زي ما حصل مثلا في سوق الترجمان وغيره. كل ده زي ما بقول ان حاجات كتير بتتغير في بلدنا واحده واحده، عشان كده لما نيجي نبص للوضع الحالي ونشوف كنا فين فبنحس بفرق وتغيير. وفي كل محافظه، امبارح كنا مع حضراتكم في دمياط كنا بنتكلم على التغيير اللي حصل في منطقه مهمه جدا وسياحيه ايضا زي راس البر، كنا بنتكلم على اللي بيحصل في منطقه محافظه مطروح والعالمين الجديده، كنا بنتكلم على اللي بيحصل في البحر الاحمر، كنا بنتكلم على اللي بيحصل في محافظات صعيد مصر، في قنا وفي سوهاج وفي المنيا وفي اسوان وفي الاقصر. طيب انا رجع لنا مره اخرى. طيب الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهره. يا دكتور حسام. ايوه يا فندم مع حضرتك. بنعتذر طبعا عن الـ يعني العطل المفاجئ في الصوت، خارج عن ارادتنا الحقيقه، ولكن احنا كنا يعني حابين ان احنا نسلط الضوء اكتر على جمال ورونق القاهره في الاحتفال بالعيد القومي رقم 1051. يا فندم، يعني القاهره بتحتفل السنه دي بعيدها القومي، بس هي في ظل جائحه كورونا طبعا، يعني كان في توجيه ان احنا اهم حاجه صحه المواطن، فكان في توجيه كنا بنتكلم ان كان في توجيه للسيد رئيس الوزراء لينا بزياره المستشفيات والتاكد من تواجد المستلزمات الطبيه. الاهم من كده هو كان دوره ان احنا نشجع الاطقم الطبيه اللي موجوده، لان هم خط الحمايه الاول لينا يا فندم في مواجهه فيروس كورونا. كنا بنتاكد من وجود جميع المستلزمات الطبيه اللي موجوده للوقايه والحمايه الشخصيه ليهم، بنتاكد من توافر جميع الادويه والمعدات الوقايه الشخصيه ليهم، نتاكد بوجود اماكن خاليه في المستشفيات لاهلنا من المرضى، ان في اماكن مخصصه للمرضى الكورونا. يعني انا بتكلم انا كنائب محافظ المنطقه الشماليه، كان في توجيه لسياده المحافظ بزياره السبع مستشفيات العزل اللي موجودين، نتاكد من توافر تواجد الاطقم الطبيه بشكل كافي، ان مفيش اي حاجه من المستلزمات الطبيه ناقصه، بنطمن اهلنا ان احنا موجودين في وسطكم، ان احنا حاسين بيكم، ان مفيش مشكله، دي ازمه وهتعدي، وكنا لازم نشوف على الارض وعلى الواقع ايه اللي بيحصل بالظبط. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا، وكل سنه وحضراتكم طيبين. كل الشكر للدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهره. كل سنه وحضراتكم طيبين مره ثانيه، وزي ما قلت لكم انه كل تطوير بيحصل في بلدنا، كل محافظه بنشوفها ترجع تاني احسن من الاول، اكيد كلنا بنبقى فرحانين. مش لازم تكون ساكن في القاهره بس، ولكن اي مكان صدقوني بيحصل فيه النوع ده من التطوير والجمال في مصر بنبقى
فرحانين. إن شاء الله بإذن الله القادم أفضل. أنا خلاص وقتي انتهى مع حضراتكم، أشوفكم بكرة على خير إن شاء الله بإذن الله في نفس الميعاد الساعة 8 الصبح وحلقة جديدة من هذا الصباح. تحياتي لحضراتكم أسماء مصطفى، خليكم معنا دايما، التغطية مستمرة على إكسترا نيوز.